قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. لما تخطيا ضريح سيدي الحاج إبراهيم وظن أن لا أحد يراهما، بادر بالإمساك بيدها. كانت المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك. لم ينظر إليها خجلا ربما، ولكنه أحس بما يشبه التيار الكهربائي ضعيف القوة يخترق جسده، ثم أحس بحرارة في أذنيه فأدرك أنهما احمرتا. ذات مرة بعد أن وبخته أمه لأنه لم يقم بعمل طلبته منه، أحس بمثل تلك الحرارة. مر صدفة قرب مرآة ونظر إلى وجهه فرأى أذنيه محمرتين. في وزان الناس يتعارفون، وقد يراه أحد من معارف والديه فيبلغهما بأنه كان مع فتاة ربما تعرف إليها أحدهم. كان ذلك أكثر ما يخشاه البشير، ولذلك اختار يومها أن يكون لقاؤه بتلك التي مال قلبه نحوها وظن أنه يحبها مع اقتراب وقت المغرب، في حسابه أن لقاءهما سيستمر إلى الغسق حين تكون الرؤية أقل وضوحا وحين يكون أغلب الناس قد راحوا إلى دورهم. كانت زينب ذات 14 ربيعا البنت الصغرى لجيران عائلة البشير. كان والدها يعمل درازا ويملك دكانا في وسط المدينة، وكان والده بناء يمضي بياض يومه في العمل. قبل عام مضى الآن انقطع البشير ذو 17 عاما عن الدراسة بعد أن كثر تعثره. كان في مستوى 9، وقد حاول والده المعلم عبد السلام حاول عبثا إقناعه بمرافقته إلى الأوراش التي يعمل فيها حتى يتعلم حرفة البناء. كان كثيرا ما يكرر على مسمعه بأن الصنعة التي لا تغني صاحبها توفر له الستر، وحتى يتحاشى كل لقاء مع والده يعلم أنه سيكون مناسبة للوعظ والتنبيه. كان كثيرا ما يصعد إلى سطح المنزل، وخاصة في الأيام الربيعية المشمسة يمضي هناك الساعات. وكذلك رأى زينب للمرة الأولى في غير الثياب التي تخرج بها، وكذلك رأى للمرة الأولى شعرها الأسود منسدلا على كتفيها. لا ينسى اللحظة التي اكتشفت فيها وجوده، احمرت وجنتاها خجلا وأسرعت إلى غطاء شعر كان على حبل الغسيل وعجلت بوضعه على رأسها وقصدت الباب. التفتت نحوه قبل أن تدخل. بعد ذلك رآها عدة مرات، ثم صارت تبتسم له قبل أن تعجل بالدخول، ثم صار يرقب لحظات صعودها إلى السطح. أحيانا تكون معها والدتها تلك التي يناديها خالة فاطمة. لعله لم يسأل نفسه عن سر انجذابه ذاك إلى زينب، وكأنه يكتشفها للمرة الأولى. لقد لعب معا إلى سن 7 أو 8. بعد ذلك لم تعد تلعب مع الأولاد، بل كانت تمضي معظم وقتها في مساعدة والدتها في أشغال البيت. ثم جاء يوم قرر فيه أن يتخطى ذلك الحاجز الذي كان يحول بينه ومخاطبتها. وقد قرر يوم ظن أنه موقن بأنه يحبها وبأنها تبادله حبا بحب. صار يمني النفس بالزواج منها. كان يستلقي على الحصيرة التي نسيت في السطح ونالها من آثار المطر والحر ما جعل ما كان بها من ألوان يمحي ولا تفضل منه إلا بقع تذكر به. لما اقترب من المقبرة ترك يدها، إذ رأى امرأة تخرج من الباب لم يتمكن من تبين ملامحها بالكامل. كان الوقت يقترب من المغرب. نظر إلى حيث تلك القبور القديمة التي يكشف وجودها البياض الذي صبغت به شواهدها، فلم ير أحدا. كانت المرأة وحيدة هناك. لما صارت أقرب إليهما وهي تعبر الطريق التفتت نحوهما بنظرة خاطفة، وظن البشير أنها امرأة من الحي اسمها الزاهية وينادونها بالعرافة. التفت إلى زينب وسألها إن كانت مثله تظن أن تلك التي خرجت من المقبرة هي تلك المرأة. ابتسمت في وجهه بخجل لا يخفى وقالت إنها لا تدري إن كانت هي. لم يرغب البشير في المضي أبعد في أمر تلك المرأة التي اختفت سريعا بين المنازل التي تطل على المقبرة. يومها قال لها بعبارة ليس هناك أوضح منها إنه يحبها،
لم ترد، وقد يكون وعى بأنه الخجل منعها من أن تقول وتبوح وتفضي إليه بحبها له. لما اقترب من مسجد القريشيين قال لها إن عليهما أن يتوقف، أن يفترق أو أن يغير الطريق. قالت له إن الوقت متأخر وإن عليها أن تعود إلى البيت قبل أن يعود والدها من عمله، ودعها بمصافحة ود لو طالت. وقف حيث هو ورآها تمضي حتى دخلت الزقاق الذي يمر خلف المسجد. لا يجد لما يحسه وصفا. مر بجوار المسجد فسمع الإمام يقرأ من سورة العلق، لم يمض إلى البيت. قال لنفسه إن عليه أن يتأخر قليلا حتى لا يقال إنها زينب كانت معه. قبيل العشاء دخل، لم يكن والده قد عاد من المسجد بعد. مضى إلى السطح، كان القمر بدرا. جلس على الحصيرة يتأمل القمر الذي أحاطت به هالة قليلا ما كانت ترى، ثم استعاد تلك اللحظات التي أمضاها برفقة زينب، ثم صار يراها عروسا في ليلة زفافهما، وتذكر تلك التي ظن أنها العرافة، وراح يتساءل عن سر ذهابها إلى المقبرة قبيل المغرب، وانتهى به تفكيره إلى أنها ما ذهبت إلى هناك إلا بحثا عن شيء تدخله في عمل سحر تنوي عمله، لحساب من؟ لم يجد جوابا لتساؤله ذاك. حاول أن يصرف تفكيره عن ذلك الموضوع. من بعيد تناهى إليه الآذان الذي رفع من مسجد القريشيين، يعلم أن والده سيعود إلى البيت بعد صلاة العشاء. في غرفتها كانت زينب تبدو شاردة الذهن، همت أمها بسؤالها ثم عدلت عن ذلك، وقد شغلها أن تعود ابنتها على تلك الحالة من الشرود من زيارتها لصديقتها أم كلثوم على بعد زنقتين من منزلهما. لعلها هي أيضا كانت تستعرض شريط ذلك الوقت الذي أمضته مع البشير، ولعلها لاحظت اهتمام أمها بإغراقها في التفكير، وقد يكون انتابها الخوف من أن يكون أحد قد رآهما معا فيبلغ والدتها أو والدها. لا يساورها شك في أن افتضاح أمر خروجها مع البشير ابن الجيران سيكون عقابه عسيرا. تذكر أن شقيقتها الكبرى حليمة عوقبت عقابا شديدا يوم علم والدها أنها كلمت أحد الشبان عندما كانت في الطريق إلى الحمام، بل إن زواجها من لحسن الخباز الذي لم تحببه قط كان في صميم تلك العقوبة. تخاف أكثر أن يعلم شقيقها رشيد الذي يكبرها بثمان سنين. هي ليست بجاهلة لمدى اندفاعه وتهوره. كان يريد أن يثبت لوالده أنه أكثر حرصا على شرف العائلة وكرامتها، وكان عمله في السوق يتيح له علاقات كثيرة كانت تأتيه بكل أخبار الحي. في اليوم التالي تحاشت زينب الصعود إلى السطح، وقد انتظرها البشير ساعات ولم يغادر إلا بعد أن يأس من ظهورها. تعلم أنه كان هناك. في اليوم الذي تلاه صعدت واقتربت من سور منزل عائلته وأطلت دون أن تحدث ما يلفت الانتباه. رأته هناك يائسا ممددا على الحصيرة، ثم تراجعت وقد هب من مكانه لما سمع باب دارها يقفل. بعد أسبوع من لقائها بالبشير فوجئت زينب بالعرافة تطرق باب أسرتها. كانت عدا تعاطيها للعرافة واحدة من الجارات، يقع منزلها في أسفل الزنقة، وكانت امرأة متزوجة من رجل لا عمل قار له يدعى تهامي. يقال إنه فيما مضى من حياته عمل في معصرة للزيتون، ثم بعد ذلك انتقل إلى تطوان حيث عمل في المحطة الطرقية. لا تدري زينب ما إذا كان الرجل الذي ينادونه عم تهامي قد بلغ سن التقاعد. في كل الحالات تشي هيئته بأنه تخطى الستين، أكثر أيام نشاطه موسم الجني الزيتون. كان كأناس عديدين من وزان يملك حقلا لا بأس به غرس بأشجار الزيتون. لم يكن له ولد، في كل الحالات لم ينجب من الزاهية العرافة التي يقال إن لها ولدين من زواج سابق يقيمان في مكناس. عدا ذلك لم يكن يعرف الكثير عن الزاهية التي بدأت نشاطها كعرافة باستقطاب نساء الحي، ثم بعد ذلك نساء من أحياء مختلفة من وزان.
فتحت أم زينب الباب ورحبت بها، من خلفها وقفت زينب، ما أن وقع بصرها عليها حتى صاحت بأنها تبشرها بعريس سيأتي لخطبتها قريبا. ضحكت أم الفتاة وهي تقول إنها لا زالت دون سن الزواج، وقد فاجأتها العرافة وهي تتساءل وما الذي ينقصها. مضت بها إلى الغرفة المخصصة لاستقبال الضيوف، توارت زينب في المطبخ، ثم سمعتها تعرض على والدتها أن تقرأ لها الطالع. كانت الزاهية لا تغادر بيتها دون أوراق اللعب التي تعتبر من أدوات عملها. انتاب الفضول زينب فجاءت تنظر من الباب. أرسلت الزاهية عددا من أوراقها، وقد حسبت أن على والدتها أن تختار واحدة منها أو أن تقوم بشيء من ذلك القبيل. ثم صارت العرافة تنظر في الرسوم التي تحملها كل ورقة من أوراق اللعب تلك وتمضي في تفسيرها، ثم وصلت إلى الورقة التي تحمل الرقم 11 والتي تحمل رسم فارس على حصان، وصاحت: ها هو. من؟ سألت أم زينب بعفوية تصنعتها وتكلفتها. فارس الأحلام، قالت العرافة بنبرة لم تنقصها الجدية. أضافت: هل صدقت الآن بشارتي لابنتك تلك؟ هل صدقت؟ لم ترد أم زينب، ولكنها سألت بعفوية متصنعة عمن يكن الفارس الآتي لخطبة زينب. قالت العرافة وقد تقمصت دورها كاملا: علي أن أعيد استشارة الأفلاك والأوراق. تعلم أم زينب أن كلامها يعني دفع دراهم إضافية، فعلت دون ما انتظار. أعادت العرافة طرح الأوراق على الطاولة، ثم صارت تقرأ في كل ورقة من الورقات أشياء ليس هينا النفاذ إلى حقيقة ما تعنيه، كانت كلمات مشفرة. ثم نطقت وهي تمسك بورقة رسمت عليها دوائر سبع تشبه القطع النقدية، هي الورقة التي تحمل الرقم 7. أمسكتها بكلتا يديها وركزت عليها النظر، كان مشهدها يشد إليه الانتباه. ثم قالت: هو قريب من الدار. كررتها 3 أو أكثر من ذلك. من؟ عادت تسأل أم زينب بعفويتها. إن أردت اسمه، قالت العرافة، فانتظري إلى يوم غد. غادرت العرافة، وجاءت أم زينب تسأل ابنتها إن كانت عرفت شابا أو رأت من شاب من الشباب اهتماما بها. ردت بالنفي. في الغد قبيل الظهر تذرعت بحمل الغسيل لوضعه على الحبل في السطح وصعدت. بعد دقائق تبعتها أمها حافية القدمين، ظلت تطل من الباب فرأتها تنظر إلى سطح الجيران، ثم سمعت كلاما هامسا لم تفهمه، وفجأة رأت شعر شاب لم يظهر وجهه وقد اقترب كثيرا من السور الفاصل بين السطحين. ثم تراجعت، صارت لديها شكوك قوية الآن في أن ابنتها المراهقة تعلقت بابن الجيران. عصر ذلك اليوم جاءت الزاهية العرافة، استقبلتها أم زينب بما عودتها عليه من ترحاب. يومها لم تخرج أوراقها، ولكنها أفضت إليها باسم الفارس الآتي لخطبة زينب، قالت لها إن اسمه البشير. لم تكن أم زينب بحاجة إلى كلام آخر، هو البشير ابن الجيران يحوم حول الحمى. لما ذهبت العرافة أمسكت بابنتها في جلسة تشبه كثيرا جلسات الاستنطاق، وعرفت منها كل شيء. وفي اليوم التالي طرقت باب عائلة البشير وطلبت من أمه أن تبلغ ولدها بأن عليه أن يبتعد عن ابنتها زينب، التي أيقنت الآن أن تلك التي كانت تغادر المقبرة ذاك المساء هي الزاهية، وإنما قالتها لم يكن علما بالغيب ولا اطلاعا عليه. ظنت الفتاة أن الأمر انتهى عند ذلك الحد، ولم يخطر ببالها أن ما نال أختها الكبرى سينالها هي أيضا. بعد أقل من عامين، وكانت في 16، تم تزويجها من ابن أحد معارفهم في شفشاون لم تكن قد رأته من قبل. قبل 20 عاما، نحن الآن في العام 11 و2000، كان الحاج الراضي بن بوشعيب تاجر مواد البناء المعروف يتجه بسيارته إلى تملالت لزيارة أخوال له. كان يوم جمعة، وكان يتخذه يوم عطلة أسبوعية.
الحاج الراضي الذي كان وقتها قد تجاوز 60 عرف بطيبوبته في قلعة صراغنة، حيث اتخذ له سكنا قرب مسجد الزيتونة. كان يعيش وحيدا بعد أن توفيت زوجته وتزوجت بنتاه اللتان لم يرزق غيرهما. ومع ذلك لم يكن يظهر عليه الضجر أو الملل، كان مقبلا على الحياة، ولعل انشغاله بالتجارة مما كان يبعد عنه الشعور بالعزلة، وإن كان لا يخفي أنه يحس بها كلما آوى إلى فراشه ليلا بعد صلاة العشاء. كان أكثر من يصل من أقاربه أخواله هناك في تمللت، التي لا تبعد عن القلعة سوى بنحو 30 كيلومترا على الطريق المفضية إلى مراكش. كان يمضي هناك نهار الجمعة، وغالبا ما يمضي الليل ليعود فجر السبت. كان يجد لدى أخواله أبناء أخواله الذين هم أغلبهم من بني وبنات جيله ما لم يكن يجده لدى صداقاته العديدة في قلعة صراغنة. في يوم الجمعة ذاك وهو في الطريق إلى تمللت، استوقفه على مستوى العميرات طفل يرتدي جلبابا صوفيا ذا لون داكن. خفف الحاج الراضي السرعة، وحين صار بمحاذاته لفت نظره أن الطفل يتوكأ على عصا. توقف، جاء الطفل نحوه يعرج، ما أن وقف حتى بادره الحاج الراضي: إلى أين تريد؟ صمت الطفل: ألم تسمعني؟ سأله الحاج الراضي وقد حسبه أصم، ولكن الطفل رد: أريد أن أذهب إلى مراكش. سكت قليلا ثم أضاف: ولكنني أقبل أن تتركني حيثما أردت، المهم عندي أن أقرب المسافة. هيئة الطفل وطريقة كلامه التي امتزج فيها الخوف بالخجل استفزت فضول الحاج الراضي، دعاه ليركب معه بجواره. لحظة ركب اكتشف الحاج أن لضيفه ساقا واحدة. استوى الطفل في جلسته وانطلقت السيارة. عاد الحاج ليسأله: قلت إنك تريد الذهاب إلى مراكش؟ نعم. وماذا ستفعله في مراكش؟ صمت الطفل الذي يبدو في العاشرة من العمر، وقد أول الحاج الراضي صمته بأنه في حقيقته ليست له وجهة محددة. عاد ليسأله: من أين أنت؟ من العميرات؟ لا، أنا من سيدي حجاج. لم ينتظر الفتى أن يأتيه سؤال آخر من الرجل فأضاف: غادرت سيدي حجاج من عام مضى. لماذا؟ سأل صوت الحاج الراضي الذي يبدي مع ذلك تركيزا على الطريق. ولكن الطفل ظل صامتا. التفت إليه الحاج التفاتة خاطفة، كان مطرقا، لم يرد أن يحرجه أكثر، فقد قرر أن ينزله في تمللت. ولكنه لم يلبث أن غير رأيه، إذ سمع الفتى يقول إنه هرب من بيت عائلته بعد أن لم يدعه الحاج الراضي أن يكمل: لماذا هربت من بيت العائلة؟ لم يجبه، ولما التفت جهته رمقه ينظر إلى جهة رجله المبتورة. رق الحاج لحال هذا الفتى، فكر في أن يكفله، صحبه معه إلى بيت أخواله في تمللت حيث أمضيا الليل. حكى لبعض من أقاربه لكن دون ما غوص في التفاصيل قصة هذا الفتى الذي علم منه أن اسمه عبد الله. في فجر اليوم التالي كعادته استيقظ الحاج الراضي ومضى إلى المسجد حيث أدى صلاة الصبح، ثم عاد إلى البيت. أيقظ عبد الله، تناول فطورهما رفقة أفراد من عائلة الحاج، ثم ركب السيارة. أخبره أنه سيستضيفه في منزله في قلعة صراغنة. وقد ظن عبد الله أن مقامه مع هذا الرجل الطيب لن يزيد على بضعة أيام. لحظتها لم يخطر بباله أن مقامه في القلعة سيدوم سنين عديدة. خصص له غرفة في الطابق الأرضي من منزله، تلك التي كانت مخصصة للضيوف الذين كانوا يفدون على بيته. لم يعد الحال كما كان منذ سنوات، منذ أن رحلت زوجته. كان الحاج خلال تلك الأيام الأولى من مقام إبراهيم في بيته يتعمد البقاء بجواره حتى ينام، ثم ما لبث أن تعود على البقاء لوحده. حين تحدث في موضوع عبد الله مع بعض من أصدقائه لم يخفي الحاج الراضي نيته في التوجه حين تتاح له الفرصة إلى سيدي حجاج
ليسأل عن عائلة هذا الفتى المعوق الذي يستضيفه في بيته. اشترى له بعض الملابس وعصا جديدة ليتوكأ عليها، ثم بدأ يصحبه معه إلى مخزن مواد البناء حيث يوجد مكتبه. خلال تلك الأيام الأولى كان يتحاشى الخوض معه في ماضيه، ولم يفض إليه يوما بنيته الذهاب إلى سيدي حجاج. كان يخشى أن يسيء الفتى فهم قصده فيفر كما فر من منزل عائلته. كانت كثيرة مشاغل الحجراضي، ولذلك أرجأ المرة تلو الأخرى البحث عن عائلة عبد الله، وقد لاحظ أن الفتى لم يكن يأتي على ذكر لها في أحاديثه. علم الحاج الراضي من عبد الله أنه لم يذهب إلى المدرسة سوى سنتين أمضاهما في القسم الأول، وأنه سرعان ما نسي ما كان المعلم يلقنه لهم. كان قد بدأ يشعر باقترابه منها حين سأله مرة عن سبب انقطاعه عن المدرسة. وجد صعوبة في ابتلاع ريقه وهو يهم بالجواب، ثم وقد بدا يكابد قال إن زملاءه في المدرسة كانوا يعيرونه بعاهته ولا ينادونه إلا بذي الرجل الواحدة. أسر للحاج بأنه أبلغ المعلم غير ممرة بذلك، ولكن قليلا ما كان يكترث إلى شكواه. لم يدعه الحاج الراضي يكمل، ضمه إليه ومسح من عينيه دمعا سرى على خده، وعده بأنه سيساعده كي يتعلم كما تعلم آخرون وربما أفضل منهم. لم يكن في متناول الحاج الراضي أن يلحقه بمدرسة ابتدائية، إذ لا تتوفر لديه وثائق تثبت هوية الفتى ولا صلته به، ولذلك ارتأى أن يستعين بخدمات مدرس كان يأتيه إلى المنزل 3 مرات كل أسبوع. كان عليه أن يلقنه كل شيء. وخلال فترة وجيزة صار عبد الله يعرف شيئا من الحساب، كما حفظ 2 صور من القرآن الكريم. الذين لم يكونوا على معرفة مسبقة بالحاج الراضي بن بشعيب حسبوا أن عبد الله ولده، بل حتى الذين يعرفونه منذ مدة طويلة والمقربون منه صاروا يعتبرون عبد الله ولدا للحاج، وكان هو يناديه بابا الحاج. مر ما يزيد على 2 سنين، أحس الحاج الراضي بأن حياته تغيرت. صار الفتى مؤنسا له في وحدته، وقد زاد حبه له لما رآه فيه من إقبال على التعلم، وكأنه يثأر لنفسه من السنوات الخوالي حين كان الذهاب إلى المدرسة كابوسا يلاحقه ليل نهار. حين يتذكر تلك الفترة تعود إلى أذنه تلك الأصوات التي تناديه بذي الرجل الواحدة. يذكر أن منهم من كان يجتهد أكثر فيضيف كلمات يمنحها إيقاعا فتجلب أعدادا أكبر ممن كانوا يسخرون منه. قال المدرس الذي يتولى تعليمه إنه صار الآن بمقدوره أن يجتاز امتحان شهادة الدروس الابتدائية. عاد موضوع الوثائق ليطرح نفسه على الحاج، وقد قرر هذه المرة أن يذهب إلى سيدي حجاج، بل إنه فكر أن يصحب معه عبد الله حتى يدله على منزل عائلته هناك. عليه أن يفاتحه في الأمر. وكذلك سأله ذات صباح من أكتوبر من العام 93-900 وقد انتهي من تناول وجبة الفطور، هل تريد أن تذهب معي إلى سيدي حجاج؟ قرأ في عينيه تساؤلا وغير قليل من الاستغراب، ولذلك أسرع إلى إبلاغه بأن القصد هو الحصول على وثائق إدارية لتمكينه من اجتياز امتحان شهادة الدروس الابتدائية. يعلم الحاج أن الفتى وإن وافق فإنه سيكون مكرها. يومها فقط سيعلم أن عبد الله فقد أمه يوم فقد ساقه في حادثة سير قاتلة. قيل له إنه كان حينها في عامه الثاني، لذلك ربما لا يذكر أنه استطاع يوما ما المشي على قدمين. بدا الفتى وقد وافق، توكأ على عصاه وتبع الحاج إلى السيارة. الطريق إلى سيدي حجاج طويلة، كذلك بدت له. هناك أماكن يذكرها، أماكن توقف بها أو أمضى بها أياما في طريق هروبه. لما اقترب من سيدي حجاج أفضى للحاج بأن أباه يدعى المختار وأن عائلته تسكن غير بعيد عن محطة القطار. كان الحاج يصغي إليه، لعله أحس بأن الفتى سيقول المزيد،
علم منه أن أباه يعمل في مطحنة وقد دله عليها. ترجل الحاج الراضي من سيارته التي ركنها غير بعيد، مشى بخطى متثاقلة حتى بلغ باب المطحنة. الضجيج الذي تحدثه آلات الطحن يهيمن على الأصوات ويصم الأذان. في ركن على بعد 3 أمتار أو نحو من ذلك من آلة الطحن الكبرى، يجلس رجل وراء مكتب صنعت له واجهة زجاجية. لما رأى الحاج يقف بالباب جاء إليه ونظر في عينيه نظرة تساؤل. قال الحاج إنه يبحث عن رجل اسمه المختار. من؟ سأل الرجل بصوت مرتفع وكأنه يغالب هدير آلة الطحن. المختار، صاح الحاج الراضي. أشار الرجل بكفه المفتوح أن انتظر. رآه يفتح بابا صغيرة من خشب علاه غبار الدقيق، ما لبث أن انغلق. بعد عدة دقائق انفتح الباب من جديد وظهر الرجل الذي كان وراء المكتب. نظر جهة الحاج ورسم في الهواء إشارة فهم منها الحاج أن المختار قادم. وبينما مضى الرجل ليختفي وراء الزجاج الذي يعلو مكتبه، ظهر رجل بدا أقوى بنية منه. في وجهه لحية لم تشذب منذ فترة. كان يعتمر طربوشا صوفيا يذكر الناظر إليه بأن لونه الحقيقي أزرق. طبقات الطحين التي رست عليه غيبت الكثير من لونه المزعوم ذاك. هل أنت المختار؟ نعم. مع ذلك الرد ارتسم على وجهه التساؤل. هل لك ولد اسمه عبد الله؟ صمت قليلا، بدا وكأنه لا يرغب في الحديث عن الموضوع، ثم قال نعم ولكنه اختفى ولا نعلم عنه شيئا. قل لي، هل هو الفتى نفسه الذي ليس له سوى ساق واحدة؟ نعم. هل تعرف عنه شيئا؟ رد الحاج بسؤال جديد، هل بحثت عنه؟ نعم حاولت ولكنني لم أجد. كان ولدا شقيا لا يصلح لأي شيء. نظر الحاج في وجه الرجل مطولا، تنفس نفسا عميقا حوقل في نهايته، ثم قال الفتى يعيش معي منذ فترة، وقد جئت إليك أطلب وثائق إدارية تمكنني من تسجيله في المدرسة. هو معك؟ سأل المختار بتشنج لا يخفى. نعم هو معي، هل تريد رؤيته؟ أين هو؟ هناك في السيارة. التفت الرجل يمينا ويسارا لأسباب غابت عن الحاج الراضي، ثم انطلق بخطوات واسعة نحو السيارة. لما وصل ورأى وجه ابنه عبد الله فتح الباب وانحنى عليه. لما أدركه الحاج سمعه يعاتب عبد الله على فراره من البيت. كانت عين الفتى تدمعان في صمت، لم يرد على العتاب. ثم التفت المختار إلى الحاج وقال أريده أن يعود إلى البيت. فاجأ عبد الله أباه والحاج بأن صرخ يقول إنه لا يرغب في العودة الآن على الأقل. لاحظ الحاج فقر المختار، قرأه في هندامه، وكان علم من عبد الله أن له عيالا 6 من زوجته الثانية. قال له الحاج إنه سيجعل عبد الله يأتي لزيارته من حين إلى آخر، وإن المهم الآن أن يمنحه تلك الوثائق التي ستتيح له المشاركة في امتحان شهادة الدروس الابتدائية. لم يكن يخامر الحاج أدنى شك في أن المختار لم يكن يرغب في عودة عبد الله، وإن كان يحاول جاهدا أن يظهر خلاف ذلك. أقنعه في النهاية بإحضار نسخة من عقد الولادة، وحرص الحاج على استخراج نسخة من كناش الحالة المدنية فقد يحتاج إليها عبد الله في المستقبل. استغرق الأمر يوما كاملا. بعد 15 عاما حصل عبد الله على الإجازة في الحقوق. سيظل يذكر اليوم الذي تم تزويده بساق اصطناعية وفرها له الحاج الراضي الذي صار الآن شيخا هرما على مشارف 90. تولى عبد الله تدبير محل بيع مواد البناء، وصار يتنقل في سيارة أعدت خصيصا لتشعله يتجاوز الإعاقة. يوم توفي الحاج الراضي بن بوشعيب وقف على قبره مؤبنا وسط الجموع التي شيعته، قال وكأنه يخاطبه لقد أنقذتني من الضياع. قالها وانفجر باكيا ولم يستطع إكمال كلمات خطها بيده.
غاب عبد الكبير ولد مخلوف عن مدينته سلا سنوات طويلة. كانت أسرته تسكن منزلا في المدينة العتيقة في زنقة الخرازين. قيل عنه زمنئذ إنه هاجر إلى أمريكا، ومنهم من أضاف أنه تزوج هناك من أمريكية شقراء أغرمت بسحنته العسلية. قيل الكثير عن عبد الكبير ولد مخلوف، الابن الوحيد لأسرة كانت تتكون من الأب والأم وثلاث بنات. لما ظهر من جديد وقد ظل غائبا عن زنقة الخرازين والمدينة زهاء 30 عاما، لم يكن قد بقي من معارفه إلا قلة. ومن تلك القلة التي بقيت صديق الطفولة عبد المغيث، الذي ورث عن والده دكانا صغيرا في طريق الرحبة صار يتخذه مقهى يرتاده أبناء المدينة والذين يعشقون كؤوس الشاي بالنعناع. وكذلك صار عبد الكبير من الرواد المداومين على ذلك المقهى، ومنهم يافعون. الكثير منهم شرب سيجارته الأولى في ذلك المقهى، بل إن منهم من دخن هناك الكيف للمرة الأولى. نحن في أواخر السبعينيات من القرن الذي ولى. من بين المراهقين الذين كانوا دائمي الحضور إلى مقهى عبد المغيث سليمان ويوسف، وكان قد انقطع عن الدراسة منذ عدة سنوات بعد أن رسب في امتحان شهادة الدروس الابتدائية عدة مرات. الذين في مثل حالتهم كانوا يلحقون بمحلات الدرازين والنجارين أو الحدادين أو أي محل يتعلمون فيه حرفة تكون لهم موردا للرزق. ولكن سليمان ويوسف ظل بلا حرفة ولا صنعة، وكانوا كثرا الذين يستغربون حالتهم تلك. في تلك المرحلة كان قد قام بأولى عمليات سرقة في سجليهما، وإن كان لم يقع بعد في قبضة الشرطة. حين يحل فصل الربيع وتنزع الحرارة إلى الارتفاع، كان عبد الكبير من بين الأوائل ممن يرتدون القمصان ذات الأيدي القصيرة. لم تكن قمصانا عادية كتلك التي يرتديها عموم الناس. وقد خيل لكثيرين أن عبد الكبير حين عاد من أمريكا حمل معه من القمصان العجيبة تلك ما يكفيه لعدة سنوات. على ساعده الأيمن وشم كبير صورة ثعبان يلتف حول ساعده. أعجب سليمان ويوسف بذلك الوشم المنقوش بلون أخضر هو أقرب إلى السواد حول ذراع عبد الكبير، وقد حسبوه في البدء رسما نقشه على ذراعه زينة. ولكنهما سمعا ذات مرة من يقول إن ذاك الوشم يحمل دلالات. لم يكن عبد الكبير من تحدث عن ذلك، ولكنه شخص آخر كان من رواد المقهى، وقد قال ما قاله في غياب عبد الكبير الذي لم يحدث أحدا عن تجربته في السجن هناك في أمريكا. قال الرجل إن وشم الأفعى يعني أن الشخص الذي يحمله أمضى فترة في السجن، وأنه كان يشعر بالعزلة والوحدة. لم يمض الرجل إلى تفصيل أكبر، ولا أتى على ذكر للرسوم الأخرى التي يحملها البعض على أجسادهم. لكن سليمان ويوسف أقاما علاقة بين ما سمعاه وتلك الحظوة التي لعبد الكبير بين رواد المقهى. كانت خليطا من الاحترام والخوف والإعجاب، انسجم تمام الانسجام مع تلك البسطة في الجسم التي كان يتمتع بها الرجل. قرر المراهقان أن يضع على جسدهما في أمكنة ظاهرة أوشاما تجلب لهما الهيبة. جاء يوسف بقلم ورسم على ساعده شكلا يشبه الخنجر، وجاء بمسحوق أخضر وصار يتبع شكل الرسم وهو يدخل المسحوق في جلده. لم يكترث للدم الذي يسيل من الجروح التي تسبب فيها الوخز بالإبر. ثم جاء دور سليمان فرسم على ساعده شكلا يشبه رأس الأفعى. كان عليهما أن ينتظر عدة أيام قبل أن تبرأ تلك الجروح، ثم بدأ يظهر وشمان غاب عنهما كل ما قد يعد إتقانا، وصارا يتعمدان ارتداء القمصان قصيرة الأكمام وهما يظنان أن الوشمين سيفهمان من ينظر إليهما أنهما خطيران وقويان. وبعد مرور عدة أسابيع لاحظ المراهقان لا أحد اكترث لما فعلاه في نفسيهما، ولم يعد لديهما أدنى شك في أن نظرة الآخرين إليهما لم تتغير يوم استفز النادل
بأن أعلن أنهما لن يدفعا ثمن ما تناولاه. كان شابا في 30 رد بأن أمسك بهما وأشبعهما لطما ورفسا قبل أن يفتش جيوبهما ويستخلص منها ثمن ما تناولاه. لما أخلى سبيلهما اختفيا وهما يسرعان الخطى. توجها إلى الشاطئ، هناك لن يراهما أحد ولن يسأل عن سر ذاك الإحمرار الشديد الذي يعلو وجناتهما. وهما في الطريق لمحا سيارة أجرة وقد توقفت في مستهل الطريق التي تفضي إلى باب الشفا، على حامل الأمتعة حقيبة من الحجم المتوسط لونها بني فاتح. ومن الباب الخلفي كانت امرأة بدينة تهم بالنزول. دون أن يتبادل أي كلمة نظر أحدهما إلى الآخر، ثم هرول نحو سيارة الأجرة، أنزل الحقيبة وأسرع بها، عبر شارع محمد سعيد العلوي وابتلعتهما الأزقة المتفرعة عنها. رآهما سائق التاكسي، نزل مسرعا وحاول عبثا اللحاق بهما. كانت المرأة البدينة قد تمكنت أخيرا من النزول من السيارة، لعلها لم تستوعب بعد الذي حدث. ثم وهو عائد يلهث أبلغها بأن حقيبتها التي كانت على حامل الأمتعة قد سرقت. قال لها إن شخصين أخذاها ثم هربا، أشار إلى الجهة التي قصد. ظلت المرأة مكانها وكأنها لا تصدق الذي حدث. بعد عدة دقائق انتبهت إلى أن سائق التاكسي ينتظرها أن تأخذ حقيبتها الأخرى، تلك التي وضعتها في صندوق الأمتعة ونجت من السرقة. قالت إنها ستمضي رأسا إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن السرقة التي تعرضت لها. على الشاطئ في تلك الفترة من أكتوبر كان منظرهما لافتا للانتباه ومثيرا للشك. جلسا في مكان ظن أن لا أحد سيمر به. فتح سليمان الحقيبة وظل صاحبه يوسف يراقبه عن كثب، إذ لم يكن لديه أدنى استعداد لترك سليمان ينفرد بأثمن ما قد يكون في تلك الحقيبة. أخرج كومة أولى من الملابس كانت كلها ملابس نساء، ثم كومة ثانية وأكثرها ملابس داخلية، ونفذ إلى حذاء وضع أسفل الحقيبة التي حسب ما ظهر لم تكن تحمل شيئا ثمينا كما خاله المراهقان. وحتى لا يبقى لديهما أدنى شك بدأ عملية فحص لكومات الملابس التي أخرجت من الحقيبة. لم يكن هناك ما يستحق المخاطرة التي قاما بها. جمع تلك الملابس وأعاداها إلى الحقيبة، أغلقاها وحملاها وانصرفا. قال سليمان إن عليهما أن يركزا مستقبلا على سرقة الأشياء التي لها قيمة، حتى إذا ما باعاها حصل على قدر من المال محترم. قرر أن يمضي بتلك الحقيبة إلى الجوطية فيبيع ما بها من ملابس، وكانت بحالة لا بأس بها. وهما يسلكان شارع ثاني مارس استوقفتهما دورية للشرطة. وما أن سألهما شرطي عما في تلك الحقيبة وكانت في يد سليمان حتى تركها وانطلق مسرعا، كان تصرفا فاجأ يوسف الذي لم تتح له فرصة للهروب، إذ أمسك به أحد شرطيي الدورية. في مركز الشرطة لم تكن لدى يوسف إمكانيات كثيرة لتبرير حيازته حقيبة بها ملابس نسوية. أقر بأنهما هو وصديقه سليمان سرقاها من سيارة أجرة في طريق باب الشفا، ودل على عنوان صاحبه الهارب. قادت تلك السرقة يوسف وسليمان إلى السجن للمرة الأولى. في الزنزانة حيث وجد سجناء آخرين، ما لبث أن اكتشف أن الوشمين اللذين نقشا على ذراعيهما كانا مصدر استهزاء وسخرية من سجناء آخرين. ولما كانا يبديان إصرارا على أنهما ليسا كالآخرين، إذ كانا يرفضان الاستجابة لأوامر من سيكتشفان لاحقا أنه الأقوى في تلك الزنزانة، نالهما ما لم يكونا يتوقعان. فقد أمر ذاك الذي يحاول السجناء كلهم التقرب إليه، أمر زبانيته فلقنوا سليمان ويوسف ما لن ينسيانه ما ظل على قيد الحياة. بعدها لم يعودا يعترضان على أمر لزعيم الزنزانة. في السجن حيث أمضي عاما تعرف إلى المكناسي. لم يكن أحد يعلم له اسما غيره إلا إدارة السجن،
وكان محكوما في قضية ترويج للمخدرات، وقد وعدهما بأنه سيضمهما إلى رجاله لما يغادر السجن، وكان هو سيغادره قبلهما ببضعة أشهر. وثق الشابان فيما كان يقوله المكناسي، إذ بدا لهما أنه ربما وضعهما على طريق تخرجهما من الفقر. كانا ككل شباب يحلمان بالمال الوفير والفتيات الجميلات والسيارات الأقوى، وكان المكناسي يحدثهما عن كل ذلك بكثير من الإغواء والإغراء، وصار يبدو لهما في المتناول تحقيق تلك الأحلام. ثم جاء يوم الخروج من السجن، خرجا وكأنهما نزلا من حافلة، ذهبا إلى مقهى عبد المغيث، وقد اتفقا على أن يكتما أمر دخولهما السجن. كان عبد الكبير ولد مخلوف يجلس في الكرسي نفسه حيث رأياه في المرة الأخيرة. النادل الذي أشبعهما لكما ولطما غادر المقهى، لم يجرؤ على السؤال عنه. في اليوم التالي قرر البحث عن المكناسي. الأحلام التي استفزت خيالهما طوال تلك الليالي وهما في السجن لا تحتمل الانتظار. كان قد دلهما على المكان الذي سيجدانه به، كانت محطة للوقود في طريق سيدي علال البحراوي، ركبا إلى هناك. لما دخل المحطة سرعان ما اكتشف مقهى صغيرا ملحقا بها، لعله هناك، تقدم. في الداخل بضع طاولات تحفها كراسي من حديد ولا أحد. هم بالتراجع ثم رأي الرجل الذي تركاه عند آلة تعبئة الوقود يقبل. بادره سليمان بالسؤال عن المكناسي. نظر الرجل في عينيه مليا ثم قال: من أقول له؟ نطق يوسف: قل له إن سليمان ويوسف يريدان اللقاء بك. لم ينطلق الرجل فورا، تردد وكأنه كان ينتظر منهما المزيد. جلس الشابان إلى واحدة من تلك الطاولات، عم المكان الصمت. بعد عدة دقائق عاد الرجل. ظن سليمان أن المكناسي غير موجود، ولكنه أبلغهما بأنه سيأتي بعد قليل. حين أقبل بدا لهما أكثر شبابا مما كان عليه وهم في السجن. سرعان ما انتبه إلى أنه حلق لحيته الكثة. عانقهما بحرارة الواحدة والآخر، ثم جلس الثلاثة إلى الطاولة نفسها. بدأ المكناسي حديثه قائلا إنه كان ينتظر قدومهما. لكلامه وقع عجيب، أحس الشابان بأنهما ذوى أهمية وظلا يترقبان ما سيلي. نادى المكناسي على براد شاي كبير، انتظر طعاما إذ كان الوقت وقت غذاء، ولكنه اكتفى ببراد الشاي. قال لهما وهو يعيد كأسه إلى الطاولة إنه سيقرر في ضمهما إلى مجموعته بعد أن يخضعهما لبعض الاختبارات، وحتى لا يدعهما يمضيان بعيدا قال إن أهم ما في الأمر الثقة والأمانة. وإمعانا في التوضيح قال إن عليهما أن يكتما أسرار المجموعة، وإن سلم بضاعة فعليهما أن يبلغاها وجهتها دون أي سؤال ولا تعليق. ودعهما وضرب لهما موعدا بعد أسبوع. مساء ذلك اليوم في مقهى عبد المغيث، بينما كان يرتشفان من كأس شاي، اقترب منهما شخص لا يعرفه أي منهما. جلس إلى طاولتهما دون استئذان، كان يبتسم بتكلف لا يخفى. مال على سليمان وقال له: حمدا لله على سلامتكما، متى خرجتما من السجن؟ كان مفاجئا سؤاله، فهما لم يبلغ أحدا أنهما دخلا السجن في قضية سرقة. لم ينتظر الرجل جوابه فأضاف: هل التقيتما المكناسي؟ بدون تفكير رد سليمان أنهما التقياه صباحا. وماذا قال لكما؟ أردف الرجل الذي لم يتخلى عن تلك الابتسامة المتكلفة. لا شيء، لقد وعدنا بلقاء جديد في الأسبوع المقبل. لم يضف الرجل شيئا آخر، نهض ومضى. وقتها فقط تفطن الشابان إلى أنهما تحدثا إلى شخص لا يعرفانه عن علاقة علق عليها كل أحلامهما. بعد أسبوع في اليوم المحدد وصل سليمان ويوسف إلى محطة الوقود، ما أن وقفا بباب المقهى الملحق بها حتى أمسك بهما رجلان لهما بنية جسمانية لا تقاوم. تم اقتيادهما إلى غرفة خلف المقهى،
هناك تولى شخصان آخران ضربهما بعدما تم تكبيل أرجلهما. في المساء في ساعة متأخرة فتح باب تلك الغرفة. أطل المكناسي، نظر إليهما مليا وقال: لقد فشلتما، لا أريد أن أراكما بعد اليوم. وسط الزحام الذي يعرفه عصر كل يوم، شارع محمد بن العربي الطريس في تطوان تظهر بين المتسوقين والباعة الذين يحتلون الرصيف فتاة لن يختلف اثنان على أنها لم تتجاوز العشرين بعد. التجار من ملاك الدكاكين التي تعني معروضاتها النساء خاصة، وأولئك الذين يتخذون من نصف الزنقة مقار لتجارتهم، وحتى أولئك الذين لا يتوقفون عن درع الممر جئة وذهابا يتحينون فرصة للنشل، كل أولئك يعرفونها، وإن استمعت إليها وهي تخاطبهم يخيل إليك أنها تعرفهم جميعا. كل يوم عصرا بعد أن تغيب الشمس خلف البنايات التي تنظر إلى المدينة القديمة، تلك التي يناديها الجميع حرية، تكرر على مسامع كل الذين تصادفهم كلمات تشبه تلك التي رددتها أمامهم أمس والذي قبله وفي كل الأيام التي مضت. كل يوم تدعوهم إلى حفلة زفافها ورواحها إلى بيت حبيب، تقول كل يوم إنه آت يحمل إليها أجمل باقة ورد، باقة لم تر تطوان كلها مثلها. كانت فتاة بها من الحسن ما تمنته فتيات كثيرات، خصلات شعرها الشقراء وبياض بشرتها وقامتها الرشيقة وفستانها الأبيض، هي عروس حقيقية تتولى بنفسها دعوة الناس إلى عرسها الوشيك كي يكونوا شهودا على أجمل لحظات عمرها، تلك التي يأتي فيها فارس الأحلام ويحملها. الغرباء من المتسوقين تستوقفهم حالتها، منهم من يبتسم في وجهها ومنهم من يفغر فاه مستغربا. تتقدم إلى الذين يبدون أكثر اندهاشا، وبكلمات لا تنقصها اللباقة تدعوهم هم أيضا إلى حفل زفافها الذي سيقام غدا. أحيانا تعتذر لأنها لم تحضر معها بطائق الدعوة. حين يحل الليل وتعلو المكان أصوات أبواب الدكاكين وهي تغلق الواحدة تلو الأخرى، تنصرف دون أن تثير الانتباه، تمضي إلى باب عمارة قديمة في زنقة معركة أنوال، تجلس القرفصاء تتأمل الأرجل التي تعبر من هناك، لا ترى الوجوه ولكنها تظن أن الأحذية تشبه وجوه أصحابها. كذلك قالت مرة لعزيوز الذي لا يغيب يوما عن شارع محمد بن العربي الطريس، كانت بينهما علاقة بها بعض من حميمية طالما أثارت استغراب الكثيرين. حكايات كثيرة قيلت عن حورية، كل واحدة منها لا تقل غرابة عن الأخرى، حكايات تمازج فيها الواقع بالخيال وحضر فيها الجن والسحر والسحرة وأمور أخرى. تقول إحدى تلك الحكايات إن حورية الفتاة التي استقرت عائلتها قبل سنوات عشرا في المدينة القديمة جاءت من شفشاون، وإن والدها الذي توفي قبل 8 سنوات كان تاجرا معروفا في الأسواق الأسبوعية حيث كان يبيع الحبوب والقطاني، وإن حياتها انقلبت رأسا على عقب منذ مساء ذهبت فيه إلى الحمام رفقة بنات من الجيران كن في مثل سنها. قيل إن جنيا تملكها منذ إذن وصار يعدها بلسانها هي بعرس لم تر تطوان مثله، وإنها تضيف الحكاية التي لم يصدقها كثيرون، صارت تخرج كل يوم إلى الملاح وحيث يتجمع ناس كثيرون لتدعوهم إلى عرسها المنتظر. لكن ما حكته حورية ذات مساء لأحدهم وهي تجلس في باب تلك العمارة المهجورة في شارع معركة أنوال لم يكن فيه شيء مما قيل في كل تلك الحكايات التي أثثت مجالس كثيرة وعلى مدى سنوات غير قليلة. قالت الحاج المهدي وهو من التجار الأقدمين في سوق حي الملاح إنها كانت ضحية عصابة. يذكر الرجل أنها بكت وهي تنطق كلمة عصابة، وقد حاول أن يعرف منها ولو القليل عن تلك العصابة، ولكنها أمسكت عن الكلام وعادت إلى وضع القرفصاء تنظر إلى الرصيف ولا ترى من المرة إلا أحذيتهم،
قالت مرة لعزيوز إن تلك الأحذية غالبا ما تعكس ملامح شخصية أصحابها. ضحك ولم يعقب على كلامها. قرر الحاج المهدي أن يعاود المحاولة، يعلم كما يعلم تجار السوق أن حورية عدا تكرارها الدعوات إلى عرسها الوشيك لم تكن لتفضي لأحد بما يجول في خاطرها. وقد تفطن الحاج المهدي إلى أن عليه أن يختار الوقت المناسب للجلوس إليها. في المرة الماضية صادفها وهو عائد من صلاة الصبح، كان الجو باردا وكانت في عتبة تلك العمارة المهجورة تجلس وأسنانها تصطك من البرد. مضى الرجل إلى بيته ثم عاد إليها ببطانية سرعان ما التحفتها، ولما استشعرت الدفء ابتسمت في وجه الحاج المهدي، لعلها لا تذكر له اسما ولكنها تعرف وجهه جيدا. قالت له: شكرا بابا. صمت مطولا، كان يغالب دمعه وهو ينظر إلى ذلك الوجه الصبوح الذي ينهشه التشرد. ابتسمت في وجهه ابتسامتها تلك التي يعرفها. لماذا لا تذهبين إلى منزلكم يا ابنتي؟ منزلنا؟ لقد أغلق بابه في وجهي منذ زمن بعيد. هنا منزلي في عتبة هذه العمارة الخريبة. لم يكن في كلامها ما يشي بجنون أو أي اختلال ذهني، كانت تختار كلماتها. كان الحاج المهدي يصغي إليها باهتمام، بدا له أن قصتها الحقيقية هي تلك التي يأمل أن ترويها له، يعد ما تداولته الألسن خرافات ومزاعم. أين كنت تسكنين؟ في المدينة. وهل لا زال في بيتكم أحد من عائلتك؟ كلهم هناك، ولكنهم اتفقوا على التخلي عني. صمت الحاج المهدي ليترك لها الفرصة لتحكي له عن كل شيء، وكذلك علم منها أنها قبل 5 سنوات تعرفت إلى شاب من أبناء الجيران. قالت إنها لن تقول اسمه لأنه إن علم فسيقتلها. ظنت أنه وقع في حبها، وقد استمالت كلماته الرقيقة قلبها، ثم صارت ترافقه في جولات وتلتقي به في مقاهي في المدينة، وكذلك دخنت سيجارتها الأولى، ومعه ذاقت الحشيش ثم الكوكايين، ولما رآها وقد أدمنت صار يبتزها. قالت إنها صارت تجلب له المال وكل شيء نفيس في البيت لقاء الجرعة من الكوكايين. انهارت وصارت تبكي. قالت إنه وعدها بالزواج وإنها ما زالت تنتظر. أخرجت يدها من البطانية التي التحفتها ومسحت عينيها بباطن كفها. يظن الحاج المهدي أن تلك اللحظة من صفاء الذهن لدى تلك المسكينة قد لا تتكرر. كان الحاج المهدي الذي لم يرزق الولد يسكن مع زوجته في منزل في حي الملاح، وقد قرر أن يستشير زوجته قبل أن يتخذ قرارا يظنه ذا أهمية. عرض على زوجته إيواء حورية بعد أن قص عليها ما سمعه منها. ترددت قليلا ثم وافقت، وقد قرر أن يسكناها غرفة بابها من حديد لها نافذة تطل على صحن الدار. في الغد وهو عائد من المسجد بعد صلاة الفجر عرج على زنقة معركة أنوال، لم يجدها هناك. على مدى 3 أيام ظل يمر من هناك، ولكنه لم يعثر لها على أثر، كما أنها لم تظهر في السوق. ثم علم من تجار أنها وجدت ميتة، وأن التشريح خلص إلى أنها كانت ضحية جرعة زائدة. يذكر عبد الحنين أنه ذات يوم من بدايات الشتاء في العام 88، وكان في 10 من عمره، مضى برفقة عبيد قرينه وابن الجيران يلعبان بدراجتيهما. كان الوقت يقترب من العصر. كان عبيد يتقدم راكبا دراجته الحمراء، كان أقوى منه وكانت دراجته أسرع، ومع ذلك يتذكر عبد الحنين أنه ظل يحاول اللحاق به، ولم يدري الطفلان أنهما كانا يبتعدان عن حيهما، وربما غاب عنهما أن ما أمضياه من الوقت وهما يبتعدان سيكون عليهما أن يمضي وقتا يعادله إن لم يزد عليه وهما في طريق العودة. وظهرت لهما مقبرة. قال عبيد وهو يسترجع أنفاسه إنها مقبرة باب فتوح. وحتى يثبت لعبد الحنين معرفته بالمكان قال له إنه مر من هناك عدة مرات
حين كان يأتي برفقة أمه لزيارة خالته التي تسكن غير بعيد. اندفع الطفلان بدراجتيهما من جديد، وسرعان ما ابتعد عبيد. كان عبد الحنين يلازم أقصى يمين الطريق. بدأت السماء تمطر، كان مطرا خفيفا، وفجأة انفجر من خلفه دوي منبه شاحنة. انتفض، حاول أن يفرمل، ولكنه فقد السيطرة على دراجته التي صارت كحصان هائج. بعد ذلك لا يذكر شيئا. هنالك في سجل ذكرياته ثقب يمتد على فترة لا يدري كم كانت. بعدها تبدأ ذكريات بمشاهد جديدة. أدرك أنه في المستشفى، وقد رأى للمرة الأولى تلك الضمادات التي تعمم رأسه حين ترجل من سريره ذات يوم ومضى إلى الحمام. كانت تبدو نظيفة إلا من أثر دواء أحمر. ثم بعد زمن تفطن إلى أنه لم يعد يستطيع سماع كلام أمه ولا الأصوات من حوله. انتبه إلى أن كل ما يصله من الآخرين ممن يحيطون به حركات شفاههم وإشارات من أياديهم وغمزات عيونهم وما يطرأ على ملامحهم من تغيير حين يعبرون. في اليوم الأول بعد تلك الحلقة المفقودة في سجلات ذاكرته اكتشف أيضا أنه صار يعاني من صعوبة في الكلام، ثم لاحقا سيعلم أنه أصيب في حادثة سير، فقد دهمته شاحنة كانت تمر بمحاذاة مقبرة باب الفتوح، وكان عبيد هو من أبلغ والدته. كان عبد الحنين واحدا من أسرة تتكون من أبيه وأمه وثلاث أخوات وولدين. شقيقه الزبير كان يصغره بثلاثة أعوام، وكان والده حرفيا يشتغل في الحياكة، ولم يكن دخله يكفي لتوفير العلاج الكامل لعبد الحنين الذي غادر المستشفى بعد أن أمضى به شهرا ونصف الشهر. لم يعد إلى المدرسة، بل إنه صار يلازم تلك الغرفة التي يتقاسمها مع شقيقه الزبير. كانت غرفة صغيرة لها نافذة واحدة، وقد استحالت عالما صامتا. لم يعد كما كان يسمع وقع الخطى ليتوقع دخول أمه أو إحدى شقيقاته، ولقد اشتاق إلى سماع أمه حين كانت وهي تقوم بأعباء البيت تردد من تلك الأغنيات التي كانت تعجبه. ولعل أمه بعد الذي آل إليه حاله لم تعد تردد تلك الأغنيات الجميلة بصوتها الدافئ ذاك. لن يعرف إلا إذا رآها تحرك شفتيها، أما وهي في المطبخ أو في غرفتها فلن يراها ولن يعلم أنها تغني. بدأ أبو عبد الحنين المعلم سعيد وقد استسلم، سلم أمره لله. كان يقول لمن يسأله عن حال عبد الحنين وقد صار عددهم يتناقص مع مرور الوقت، إن الذي حدث كان قدرا وما كان بالإمكان تحاشيه. أحيانا كان يضيفنا الأطباء خلصوا إلى أن عبد الحنين لن يستطيع استعادة سمعه، ثم لم يعد هناك من يثير الموضوع. في عالم الصمت الذي دخله مرغما حاول عبد الحنين أن يجعل من كتبه المدرسية أنيسا، ولكن ما لبث الملل أن تسلل إلى نفسه. كان حين ينطق مع كل تلك الصعوبة التي اعترت قدرته على الكلام يرفع صوته بشكل لافت، ولم يكن ليفهم حركات الاحتجاج التي تعبر عنها أمه أو إخوته، ولما تكرر ذلك صار يفضل الصمت. وقد لمس أن ما كان يعبر عنه أفراد أسرته من تضامن أضحى يتلاشى يوما بعد آخر. كان والده المعلم سعيد يمضي يومه في ورشة الحياكة ولا يعود إلى البيت إلا بعد صلاة العشاء. لم يكن يتوفر لديه الكثير من الوقت إلا ما كانت من تلك اللحظات التي يجتمع فيها كل أفراد الأسرة حول مائدة العشاء. سريعة ورتيبة مرت الأيام والشهور. بعد عامين على تلك الحادثة التي تعرض لها قرب مقبرة باب فتوح، لم يعد يزوره صديقه عبيد الذي انتقل إلى ثانوية في حي آخر. فصول الدرس ذكرى يحس بها تبتعد كل يوم أكثر، وها هي العزلة التي لم يدرك لها معنى من قبل. فكر المعلم سعيد أن يخرج ولده من عزلته تلك بأن يلحقه بورشة الحياكة، ظن أن ذلك سينقذ عبد الحنين من الضياع. وقد فضل أن تكون زوجته راضية أول من يفاتح في هذا الموضوع،
لحظة أبلغها بالأمر بكت. قالت إنها كانت تطمح أن يكون مسار ولدها مختلفا، كانت ككل أم تريد لفلذة كبدها الأفضل من الحياة. كان المعلم سعيد يرى أن اصطحاب ولده إلى الورشة في عمق المدينة العتيقة سيجعله في مأمن، وكذلك وافقت الأم. كان يرى أن عبد الحنين لن يعارض. أبلغ الفتى بالأمر وهم على مائدة العشاء وقد وفت الإشارات بالحاجة. لم يعلم أحد من أفراد الأسرة أن عبد الحنين لم ينم ليلتها إلا قليلا، لعله استحضر المدرسة وأحلامه تلك التي ذهبت أدراج الرياح. كان أبو عبد الحنين قد وكل محاميا لمتابعة قضية ابنه، ولكنه لم يكن يعلق أملا يذكر على تلك القضية، فقد دأب على سماع حكايات عن عائلات لضحايا حوادث سير أمضت السنوات الطوال في انتظار الحصول على التعويضات. كانت حكايات كثيرا ما أخفت في طيات تفاصيلها الكثير من التلاعب، ولأنه لم يكن يظن أن القضية لن تختلف عن تلك الحكايات التي كثيرا ما تداولتها الألسن، فلم يسأل يوما عن المحامي، وكان قد اتفق معه على نصيب من التعويض لقاء أتعابه. لم يتوصل منه بأي شيء يدل على أن للقضية وجودا يذكر، ولعل ذاك ما كان يزيد قناعته بأن قضيته لن تكون مختلفة عما يشاع. في ورشة الحياكة، وهي غرفة مديدة بعرض 3 أمتار أسفل منزل طابقه العلوي آيل إلى السقوط، كان المعلم سعيد يشغل معه شابين في العشرينات. لم يكن عبد الحنين قد زار الورشة منذ عدة سنوات، لا يذكر أنه قابل الشابين اللذين أبلغهما المعلم سعيد بأن ولده عبد الحنين سيصير رابعهم في الورشة. لم يطلب منهما أن يعلماه، لأنه إن قال فسينقص ذلك من شأنه، وقد لاحظ أن الشابين يعرفان الكثير عن عبد الحنين. ثم إنه لم يستغرب، إذ كثيرا ما كان يأتي على ذكر تلك الحادثة المشؤومة مع أحد من معارفه، وكان يسترقان السمع. في النهاية ليس في الأمر ما يرقى إلى الأسرار التي لا ينبغي أن تفشى، ثم يعود ويخلص إلى أن الذي حدث كان قدرا لم يكن له من راد. عالم الصمت الذي يعيش فيه انتقل معه إلى ورشة الحياكة. يمضي الفتى ساعات طوال يراقب كيف يشتغل والده والشابان اللذان يساعدانه، ثم صار بالتدريج يشارك في العمل. وذات مرة ارتكب خطأ في ترتيب الخيوط، لم يكن لينتبه إلى ذلك. صاح المعلم سعيد في وجهه، ولأنه لم يكن يسمعه ولأنه كان منهمكا في البحث عن وسيلة يتدارك بها خطأه، ظلت ملامحه خالية من كل تعبير. ازداد غضب والده الذي تحرك من مكانه وتوجه نحوه، وما أن صار خلفه حتى وجه له صفعة قوية على قفاه. انتفض الفتى والتفت، كان والده واقفا خلفه وقد جحظت عيناه، ويده اليمنى شبه مرفوعة وقد فرق أصابع كفه وكأنه يريد معاودة الصفعة. رأى شفتيه تتحركان، وكانت حركتهما تشي بحالة الغضب التي كان عليها. مضى عبد الحنين بكفيه إلى رقبته يدلكها عسى الألم يخف، ثم وهو في حالته تلك خرج من الورشة وانساب مع المارة في الزقاق. قد يكون والده ناداه ولكنه لم يسمع شيئا. طلب المعلم سعيد من أحد الشابين أن يلحق به، ولكنه لم يعثر له على أثر فعاد إلى الورشة. ظن الرجل أن ولده سيذهب إلى المنزل وأنه سيلحق به عشاء ليشرح له لما صفعه على قفاه. أنهى المعلم سعيد يومه كما اعتاد أن يفعل، أغلق أبواب الورشة وحمل قفته ومضى إلى المسجد المجاور لأداء صلاة العشاء. لما وصل إلى البيت سأل زوجته عن عبد الحنين، ولما ردت بأن آخر عهدها به لما رافقه إلى الورشة امتقع لونه. جلس وأطرق يفكر. أخرجته من تفكيره ذاك راضية زوجته، سألته عن عبد الحنين، لم يستطع التهرب من الإجابة فحكى لها الذي حدث. كانت نبرته تشي بندمه على ما فعل. خرج ليبحث عنها، كانت الأزقة شبه خالية، كاد يفقد كل أمل في العثور عليهم. ثم
وهو عائد إلى البيت رآه. كان يجلس القرفصاء وقد أسند ظهره إلى عمود نور. أسرع نحوه، أمسك بيده وأنهضه، ثم دون أن ينطق بكلمة ضمه إليه. في البيت حاول الفتى أن يفهم والده بأنه لم ينتبه إلى الخطأ الذي ارتكبه لأنه لا يسمع. بكت أمه وهي تراه يشير بسبابتيه إلى أذنيه، ولم يكن ليخفى عليها حجم معاناته. عاد عبد الحنين إلى الورشة. كان والده يوليه من العناية أكثر مما مضى، وقد لاحظ أنه يتعلم بسرعة ويستوعب أسرار الحياكة. وذات مساء جاءت إلى منزل المعلم سعيد امرأة من عائلته تسكن الدار البيضاء، وقد أبلغت راضية أم عبد الحنين بأن حالة ابنها ليست حالة ميؤوسا منها، وحكت لها عن حالة طفلة ابنة جيران لها هناك في الدار البيضاء تم علاجها. فيما قالته المرأة ما أذكى جذوة الأمل التي خبت في نفس أم عبد الحنين منذ زمن. علمت من المرأة أن الكلفة قد تبلغ 30,000 درهم. فكرت راضية في بيع حليها لتوفير المبلغ، ولما أبلغت المعلم سعيد بذلك تذكر المحامي لم يقل لها شيئا غير دعائه اللهم يسر. في الصباح بعد أن فتح الورشة وحدد للشابين ولعبد الحنين أيضا المهام التي عليهم أن يقوموا بها، انطلق إلى وسط المدينة إلى مكتب المحامي. كان قد انقضى على الحادثة ما يقرب من 4 أعوام. لما أذنت له الكاتبة بالدخول على الأستاذ بدا له أنه لم يتذكره، كان عليه أن يعيد الحكاية كاملة. ضغط المحامي على زر، في الخارج سمعت رنة جرس، ثم جاءت السكرتيرة، ناولها ورقة وقال لها أحضره لي فورا. ثم التفت إليه وقال له بما يشبه العتاب لقد نسيتنا، كان عليك أن تزورنا من حين إلى آخر. ثم طرق الباب وانفتح وظهرت السكرتيرة من جديد ووضعت ملفا على المكتب. تناوله المحامي ووضع نظارتين إطارهما دقيق على أنفه وفتح الملف وراح يقلب بعض أوراقه، ثم أمسك بإحداها وقال ها هو الحكم، لقد حكم بتعويض قدره 47,000 درهم. لم يعلق المعلم سعيد وابتلع ريقه وهو يشرئب إلى تلك الورقة. قال المحامي إنه بعث إليه برسالة، ولكن المعلم سعيد نفى أن يكون توصل بها، ثم قال له إن تنفيذ الحكم قد يتطلب بعض الوقت، ولكنه في كل الأحوال لن يتعدى الشهر. لم يرد المعلم سعيد أن يفوت الفرصة. سأل المحامي عن المبلغ الذي سيؤول إلى ولده. أخرج الأستاذ من درج مكتبه آلة حاسبة. سمع المعلم سعيد صوت أزرارها، ثم قال المحامي وهو ينزع نظارتيه ما سيؤول إليه 35,000 درهم. لم يعقب، سلم عليه وتواعد على اللقاء بعد شهر. ما كان يهم أن لا يقل المبلغ عن 30,000 درهم. لم تضطر أم عبد الحنين إلى بيع حليها، وبعد شهرين كانت برفقة زوجها وعبد الحنين في عيادة طبيب في الدار البيضاء. أبانت الفحوص التي أجريت له عن حظوظ لا بأس بها لاستعادة قدرته على السمع. بعد أسبوع أمضوه في ضيافة قريبتهم هناك أجريت العملية الجراحية لعبد الحنين، كللت بالنجاح، وصار عبد الحنين يسمع ما يدور من حوله، وخرج من عالم الصمت الذي أمضى فيه أكثر من 4 سنين. حلم الدراسة ولى وعوضه بشغف بصنعة الحياكة. في العام 74 900 كان جون لومارتو وزوجته فاليري ضمن مجموعة من مدرسي اللغة الفرنسية الذين تم انتدابهم للعمل في المغرب، وتم تعيينهم للتدريس في ثانويتين مختلفتين بمدينة مكناس. استأجر الزوج منزلا في زنقة الإسكندرية في وسط المدينة. كان منزلا من غرفتين ومطبخ وحمام، وكان يفي بحاجة الزوجين اللذين لم يكن لهما أبناء. انطلقت السنة الدراسية وصار الزوجان يغادران سكنهما في مواعيد تكاد تتطابق. وما لبث الزوج جون لومارتو أن أقام علاقة فيها شيء من الود مع البواب الذي كان الجميع يناديه بعم علي بمن فيهم الساكن الجديد جون لومارتو.
كان الرجل الخمسيني خدوما يساعد كل السكان ويسدي لهم خدمات شتى، منها خدمات تخص أشياء شخصية جدا. يكتم الرجل الكثير من الأسرار، فكثيرا ما كان شاهدا والناس نيام على أمور إذا ما خرجت إلى العلن فإنها ستغير الكثير في نظرة الجيران إلى هذا الرجل أو تلك المرأة. حين بدت العلاقة وقد توطدت بين عم علي وجون وزوجته الشقراء فاليري، طلب منه المدرس الفرنسي أن يبحث له عن امرأة تكون خادمة تتولى شؤون البيت. بعد بضعة أيام بينما كان جون لومارتو وزوجته يدخلان، ناداه الحارس: جون جون. التفت المدرس الفرنسي وزوجته، كان عم علي يقبل نحوهما يسرع الخطو: مسيو جون، لقد أحضرت لك المرأة التي ستتولى أمور البيت. أتوندي أتوندي، قالها وقد رفع كفه الأيمن موسعا ما بين الأصابع بما يعني أنه يطلب منهما الانتظار، ثم انطلق عائدا إلى غرفته عند الباب. سمعه جون ينادي عليها: مينا مينا. ثم أطلت المرأة من باب الغرفة. طلب منها عم علي أن تأتي معه. قال للفرنسي إنها تتقن كل أشغال البيت. وبينما كانت فاليري تتفحص وجهها، كانت هي خجلا ربما خافضة بصرها. أضاف البواب أن اسمها مينا. كررت فاليري: مينا مينا، بدا لها اسما جميلا. تم الاتفاق على أن تباشر مينا عملها في بيت جون وفاليري لومارتو مستهل الأسبوع. تم الاتفاق على أجر شهري لا بأس به. بالنسبة للفرنسيين فإن عم علي سيكون الضامن لتلك المرأة التي كانت تبدو وقد تخطت 40. خلال الأسابيع الأولى اشتغلت مينا 6 أيام في الأسبوع. كان يوم عطلتها الأسبوعية الأحد، وكان مشغلاها يخصصانه للقيام بجولات في المدينة أو في نواحيها. أحيانا كان يطلب من مينا أن تبقى في خدمتهما حتى ساعة متأخرة من المساء، يحدث ذلك حين يكون في انتظار ضيوف أغلبهم من الفرنسيين الذين كان جلهم يعملون في قطاع التعليم. لم تكن مينا تخفي انزعاجها من ذلك. صحيح أن جون كان يتعامل معها بسخاء، ولكن مشكلتها أنها حين تتأخر لم تكن تعثر بسهولة على وسيلة نقل توصلها إلى بيتها في برج مولاي عمر، حيث تقيم مع زوجها عبد الغفور وابنهما الوحيد كريم الذي يبلغ من العمر 12 عاما. لفت انتباه الجيران خروجها كل يوم باكرا من بيتها وعودتها متأخرة في المساء. كانت غالبا ما تعود حاملة قفة تضع فيها ما قد تعطيها فاليري من طعام أو ما تشتريه وهي في طريق عودتها إلى البيت. مرت بضعة أشهر دون أن تسألها فاليري عن أمورها الأسرية. تعودت أمينة على القيام بما هو مطلوب منها دون أن تمضي أبعد من ذلك، ولعل سلوكها ذاك ما جعل مشغليها لا يخفيان ارتياحهما. كان عم علي يبدو مزهوا حين يفهمه جون بكلمات عربية تعلمها أنه ممتن له. ثم ذات مرة طلبت مينا من فاليري أن تأذن لها في الغياب يوم الاثنين. كانتا تعتمدان في تواصلهما الإشارة وكلمات فرنسية تعلمتها مينا وأخرى عربية التقطتها فاليري. لم تكن قد طلبت ذلك من قبل، وكان طبيعيا أن تسألها عن السبب. أفهمتها بأنها تريد أن تصحب زوجها إلى المستشفى. يومها فقط علمت فاليري أن مينا هي المعيلة الوحيدة لأسرتها. علمت منها أن زوجها أصيب منذ 3 سنوات بشلل أطرافه السفلى بعد أن تعرض لحادثة شغل. وافقت فاليري وقد تحاشت أن تغوص معها في مزيد من التفاصيل. تسكن مينا في الطابق الأول من منزل في عمق برج مولاي عمر، وكان خروج عبد الغفور زوجها مشكلة تعاني منها. ومع أن عبد الغفور تعلم بعد إصابته بتلك العاهة المستدامة أن ينزل السلم معتمدا على يديه، فإن ذلك كان يتطلب وقتا وجهدا. أحيانا كان كريم ابنهما يتابع المشهد عاجزا. وكذلك نزل عبد الغفور صباح ذاك الاثنين. ساعدته مينا على اقتعاد كرسيه المتحرك
ومضت تدفعه وجهتهما المستشفى. لم يكن الرجل قد فقد الأمل في استعادة القدرة على المشي، وإن كانت السنوات الثلاث التي انقضت على تلك الحادثة المشؤومة جعلت الأمل يتضاءل لديه. لن ينتظر من الطبيب أكثر مما قاله في المرة السابقة. كان ما يؤلمه أكثر أن تضطر مينا إلى العمل في البيوت لإعالته وإعالة ابنهما كريم الذي من فكت تزداد احتياجاته. كان حين يخلو إلى نفسه، وكثيرا ما يخلو إلى نفسه، يسترجع أشرطة ذكريات لم تكن بأبعد من 3 أعوام، حين كان في كامل قدراته البدنية، حين كان يلعب كرة القدم مع الأصدقاء الذين كانوا كثرا. يستحضر تلك الجلسات المطولة في مقهى الحي في حمرية، وتلك الوجوه البشوشة الضاحكة الساخرة المتوددة، ثم يسأل نفسه أين مضى كل أولئك الأصدقاء، ولا يلبث أن يخلص إلى أنه نسي. لم يعد يسأل عنه أحد. كان وهو يقتعد كرسيه المتحرك ومينا تدفعه في صمت يرى الشارع يقبل إليه كلما تقدم. في الشارع المقبل ذكريات كانت تسره ذات زمن وتؤلمه الآن. الرجل يتماسك في عجزه ذاك ويحاول أن يقاوم الانهيار الذي يحوم من حوله. تمكن عبد الغفور الذي كان تقنيا في الكهرباء من جمع قدر من المال من عمله. تزوج مينا ابنة الجيران التي أحبها. كانت تحلم بورشة للخياطة تديرها بنفسها. تذكر أن عبد الغفور وعدها بأن يفتح لها ورشة للخياطة التقليدية، وكان يحاول أن يوفر من أجره الشهري قسطا ليحقق لها أمنيتها تلك. قبيل تلك الحادثة المشؤومة اكترى دكانا في حمرية كان يهم بتجهيزه لما سقط من السلم في ورشة مصنع للآجور. لم يكن لديه تأمين واضطر لينفق مما ادخر. تخلى عن الدكان وباع ما كان قد وضع فيه من تجهيزات. كانت مينا ترى حلمها ينهار. خلال سنوات 3 ظل عبد الغفور يمانع ويرفض أن تخرج مينا للعمل في البيوت، ولما نفذ ما كان يدخره من مال استسلم مكرها. قبل أن تعمل في بيت جون وفاليري لومارتو كانت مينا حين تتاح لها الفرصة تكسب بعض المال لقاء عملها كمساعدة طباخة في حفلات الزفاف. استغربت في البدء كيف تخلى عنهم أقرب المقربين. كانت تقول وهي تحدث نفسها إنهم أيقنوا أن عبد الغفور لن يستعيد عافيته، ولعلهم توهموا أنه سيصبح عالة عليهم. استقبله الطبيب بعد انتظار دام نحو 1.5 ساعة، فحص ساقيه والحوض ثم أخضعه لتجارب، وقد فوجئ الطبيب ببوادر تجاوب. ولم يصدق عبد الغفور حينما سمع الطبيب يقول له وقد تحاشى الإفراط في التفاؤل إنه يرى بعض الأمل في استعادته القدرة على المشي. أضاف الطبيب أن ذلك يتطلب التنقل إلى الخارج. لم تكن مينا ترى إمكانية للسفر إلى الخارج، تعلم أن ذلك يتطلب إمكانيات ليست متوفرة لديها، بل إنها كانت تتحاشى استحضار الكلفة التقديرية للعملية كما أفضى بها الطبيب، كانت تعد بالملايين. تستسلم لقدرها في النهاية وهي تدرك أن عبد الغفور نفسه لا يجرؤ على التفكير في الأمر. كان الوقت ظهرا لما غادرت المستشفى تدفع الكرسي المتحرك. قال لها عبد الغفور إنه يود لو تقوده إلى وسط المدينة، فقد مضى عليه زمن دون أن يقوم بجولة هناك. لم تكن مينا لترفض له طلبا. كان يقول عنها الأصيلة كلما أتى على ذكرها. كان يقول إنها الوحيدة التي لم تتخلى عنها. أحيانا وهو يغالب دمعه كان يردد إنه لولا مينا كان سيضطر إلى التسول. وبينما كانت تمر في شارع مولاي إسماعيل رأت مينا سيارة بيضاء تتجاوزهم ببضعة أمتار ثم توقفت. لم يكن في الأمر ما يستحق منها اهتماما، وفجأة انفتح باب السيارة ونزل منها رجل سرعان ما عرفته. كان جون لومارتو الذي تشتغل عنده. خشيت المرأة أن يفهم الفرنسي أنها ما استأذنت في الغياب إلا لتفسح زوجها المقعد، ثم قالت لنفسها إنها لم تكذب،
فقد صحبت زوجها إلى المستشفى. تقدم نحوهما جون وهو يبتسم. قبل أن يصل همست هي لعبد الغفور بأنه الفرنسي الذي تشتغل عنده. كان عبد الغفور يتكلم الفرنسية بمستوى يضمن له التواصل في حدود دنيا. حياه جون. وقفت مينا تشاركهما اللقاء بابتسامة ظلت مرسومة على ثغرها لعدة دقائق، بينما انخرط عبد الغفور في حديث مع جون خيل لمينا أنه يدور حول ما قاله الطبيب، فقد رأت عبد الغفور يشير أكثر من مرة إلى ساقيه المشلولتين. عرض عليه جون أن يوصلهما إلى منزلهما، ولكن عبد الغفور أفهمه بأنه يستغل المناسبة ليتفسح قليلا، ودعهما الرجل وبإشارات قالت مينا إنها ستستأنف عملها غدا. لما انصرف جون سألته مينا عما كان يتحدث، لم تخفي عنه أنها ظنت أنه كان يتكلم عن الشلل الذي يعاني منه. رد عبد الغفور بأن الرجل قال له إنه يعرف طبيبا في مارسيليا يستطيع أن يعالجه. لم يكلم عبد الغفور جون عن الكلفة، فالأمر يبدو له مستحيلا. عاد إلى البيت عصرا. كان عبد الغفور يجلس على الدرجة الأولى في السلم ويرفع جسده من درجة إلى أخرى معتمدا على يديه. صباح الثلاثاء استيقظت مينا باكرا ومضت إلى العمل. لن تنسى ذاك اليوم، فقد فاجأتها فاليري بأن جون يفكر بجد في مساعدة زوجها. فهمت منها أن العملية لن تتطلب منها جهدا ماليا، إذ ستتكفل إحدى الجمعيات بالمصاريف. مرت عدة أسابيع، وذات صباح سألت فاليري مينا عما إذا كان عبد الغفور يتوفر على جواز سفر. ولما أخبرتها بأنه لا يتوفر عليه لم تسألها عن أي شيء آخر. بعد 3 أيام جاءت بورقة قالت لها أن تضيفها إلى ملف طلب جواز السفر. التقى عبد الغفور بجون لومارتو للمرة الثانية 3 أشهر بعد لقائهما الأول في شارع مولاي إسماعيل. كان قد حصل على جواز السفر. يومها أبلغه بأن كل شيء صار جاهزا لسفره إلى مارسيليا للعلاج. ودعته مينا في مطار فاس وعادت رفقة جون وفاليري. كان هناك من ينتظره في مطار مارسيليا. لا تكاد مينا تصدق. بعد 3 أيام أبلغها جون بأن العملية أجريت لعبد الغفور وإن أمل الشفاء كبير. بعد أسبوع أكد لها أن الأطباء تمكنوا من علاج الشلل الذي كان يعاني منه زوجها. وكان قد انقضى 20 يوما يوم رافقتها فاليري وزوجها إلى مطار فاس. رأته يخرج من قاعة الوصول على كرسي متحرك. أحست بخيبة أمل. نظرت إلى جون وكأنها تسأله عن صدق ما كان يقول، وقد استشعر تساؤلها ذاك لم يجبها. في باب المطار رأته ينهض من الكرسي المتحرك ويستعين بعصا. لم تكن قد رأته واقفا على ساقيه منذ أكثر من 4 أعوام. عانقته بحرارة ثم ارتمت في أحضان فاليري. ظلت مينا تخدم المدرسين الفرنسيين حتى بعد أن استعاد زوجها القدرة على المشي واستأنف عمله. كانت تقول إنها بذلك ترد جزءا يسيرا من جميله. في مزكيت حيث لا تصمد الأسرار طويلا أمام الفضوليين، زواج عبد الحليم الابن البكر لعبد الله بن العلالي من فتيحة ابنة مسعود الورادي لم يكن خبرا مدويا. كل الناس هناك كانوا يتوقعون تلك المصاهرة بين الرجلين اللذين يعدان من الأعيان. كان زواجا تقليديا تولى أمره الأبوان. عبد الحليم الذي يبلغ من العمر 20 عاما يساعد والده في الأشغال الفلاحية ويعده خلفه. كان هو ومنذ سنواتنا الآن من يتولى أمور العائلة حين يسافر مثلا إلى تازا أو إلى جرسيف. وقد أثبت الفتى أنه مثل أبيه، لا تنقصه الصرامة ولا الحزم. شقيقاته 3 كن تهبنة، ولم يكن أي من شقيقيه الأصغرين عبد الله وعبد الناصر يجرؤان على مخالفته الرأي. كان دونهما يحظى بالجلوس إلى المائدة رأسا لرأس مع والده، يتحدثان في أمور الفلاحة وفي جملتها قطيع الماعز الذي تملكه العائلة. فتيحة التي يقال إنها في 16
لم تكن تغادر منزل عائلتها إلا نادرا منذ أن بلغت العاشرة، وكل ما يقال عن صفاتها يأتي في سياق أحاديث النسوة حين تلتقين في المناسبات المختلفة. لم يكن زواجها من عبد الحليم حالة شاذة، في مزكيتن قليلة هي قصص الحب التي خرجت إلى العلن. أعلن في القرية أن العرس سيقام بداية من يوم الخميس. يعلم الناس هناك أن العرس 3 أيام بلياليها، هو الاحتفال الكبير الذي يدعى إليه كل من في القرية إلا من كان بينه وأهل العرس عداوة ولو قدم بها العهد. في اليوم المعلوم عصرا جيء بثور سمين يقوده شقيقها العريس ومن ورائهما الأقربون وجوقة الطبالين. كان إيقاع الطبول وصداح المزامير يصل إلى المنازل الأكثر بعدا من دار بن العلالي، كانت تتناهى إلى سمع زبيدة الكفيفة زغاريد النساء، وكانت وهي في ركنها تتخيل لحظات بداية العرس. الصور التي تحتفظ بها ذاكرتها تعود إلى 30 أو 35 عاما، لم تكن قد فقدت بصرها بعد، كانت واحدة من أنشط بنات القرية. تتخيل الثور وهو يساق إلى البيدر حيث تدرس الحبوب تحت حوافر البهائم. الآن انتهت عملية الدرس وجمع المحصول وشيدت أكوام التبن وجاء موسم الأعراس. في وسط البيدر توقف عبد الله وعبد الناصر، وبينهما ظهر رأس الثور بقرنيه المنتصبين كرأسي رمح، ثم ظهر بجوارهما بوشتا الجزار الأشهر في القرية الذي يقدم خدماته لمن يقيم عرسا فيكسب منها دخلا إلى الدخل الذي يوفره نشاطه من بيع اللحوم قرب مقهى القرية. في يده سكين كبيرة لفها في قطعة ثوب تظهر عليها آثار دماء قديمة. وضع السكين على حافة البيدر وأخرج من كيس من ثوب يعود إلى نوع من الدقيق حبلا سرعان ما قيد به قائمتين من قوائم الثور. الطبول التي تدق والمزامير التي تصدح بلا توقف تعطي اللحظة إيقاعا خاصا، الجميع يترقب اللحظة التي سيسقط فيها الثور. يمسك بوشتا بما فضل من الحبل الذي لف على ساقي الثور، تشرئب الأعناق، وبين أجساد الشبان والرجال تظهر وجوه أطفال تبدو عليها الدهشة. التفت بوشتا وجال بنظره في وجوه المتحلقين على حافة البيدر، ابتسم وفجأة سحب الحبل بقوة فوقع الثور على الأرض وارتفع من المكان غبار به بقية من تبن. حاول الثور النهوض ولكن بوشتا الذي يبدو مزهوا بقدرته على إسقاطه بمفرده عجل بتقييد قائمتيه اللتين كانتا تتحركان بحثا عن أرضية. سكن الحيوان وناول أحدهم بوشتا شفرته التي تبدو قديمة ونحر الثور. تدفق الدم فتراجع المتحلقون وسمع خوار الثور، كان الأخير له. من خلف المتحلقين على البيدر جاءت زغاريد. تتخيل زبيدة كل تلك الوقائع، تعلم أن البنات اللواتي ظلن في الداخل ترقصن على إيقاع الطبول والمزامير وتضحكن مرحا، وتضحكن ممن لا تجيد الرقص أو من حركة تقوم بها إحداهن لإضحاكهن. سمعت زبيدة الباب يفتح، كان يحدث صوتا مميزا عند احتكاكه بالأرضية الصخرية، ثم سمعت خطوا تعرفه جيدا، لم يأتي إلى جهة البيت الذي تجلس فيه. لم يكن في ذلك ما يثير لديها الاستغراب، فقد دأب شقيقها بوغالب على تفقد خم الدجاج قبل أن يدخل السكن. كثيرا ما كان يأتي يحمل بعض البيض، ولكنها ذاك المساء لاحظت أنه أبطأ في الدخول. نهضت من مكانها واقتربت من النافذة الصغيرة التي تطل على الحظيرة. أصاخت السمع، لا تأتيها سوى تموجات للطبول والمزامير الآتية من منزل بن العلالي. ثم سمعت ما يشبه وقع خطى غير بعيد، توقعت أن تسمعه يناديها. توقفت الخطوات، انتابها الخوف، ثم بعد أن لاحظت أن الذي هناك لم يتحرك نادت عليه، بوغالب بوغالب. لم يأتها رد، تقوى الخوف لديها
تلمست الطريق إلى باب السكن، مضت بكفيها إلى عارضة خشبية عمرها عمر الدار، أمسكت بها وأنزلتها في فراغ بين قطعتي حديد سميكتين ثبتتا قبل زمن بعيد بالجدار المبني من الحجر والطوب. لن يستطيع التسلل إلى البيت. كذلك طمأنت نفسها، عادت تتبع الجدار إلى الزاوية التي تلزمها معظم الوقت، تكاد تكتم أنفاسها لتسمع كل حركة في الخارج مهما كانت خفيفة. تذكرت آسفة رفض شقيقها الإتيان بكلب للحراسة ينبح متى اقترب من الدار غريب. تعلم زبيدة أن شقيقها لن يكون من بين المدعوين إلى العرس. بين عائلتها وعائلة بالعلال عداوة قديمة لا يد لها ولا لشقيقها فيها، وإنما هي مما ورثاه عن أسلافهما. كان أبو غالب وتؤيده زبيدة يبرر عزوفه عن الزواج بعمل عملته له عائلة بالعلال، لم يكن لديه تفسير آخر. في النهاية كثيرون يظنون أن الرجل وقد تخطى 50 كما يقدر هو ذلك لن يستطيع إلى الزواج سبيلا. تتذكر زبيدة حاله فتحس بغصة، كانت تود لو تزوج فيقام في منزلهم فرح. مات والدهما ثم والدتهما دون أن يقام في دارهما فرح. عادت لترهف السمع علها ترصد حركة في الخارج، لا شيء. للحظة ساورها شك في أن تكون سمعت وقع خطوات، تلك التي حسبتها خطوات بوغالب العائد من الحقول. لم يعد يأتي من دار بن العلال إيقاع طبل أو صدح مزمار، وإنما هي زغردات متباعدة بعضها لا يكتمل. تظن زبيدة أن الليل قد أرخى ستره على مزكتين حيث عالمها الذي لا تعرف عالما سواه. لم يعودها بوغالب على التأخر إلى ما بعد المغرب، وقد فعل ذلك اليوم. ما الذي أخره؟ تتساءل ولا تجد ردا يطمئنها. قامت من ركنها وجاءت تتلمس بكفيها الطريق إلى النافذة. من الخارج يأتي هواء بارد يخبر بالمساء. كل القرية ستحضر الليلة بعد صلاة العشاء إلى دار بالعلال، كل أهالي القرية إلا هي وأبو غالب. الحكاية التي انتهت إليهما تقول إن جدهما لأبيهما تسبب في قتل جد لعبد الله بالعلال بسبب نزاع على قطعة أرض في الحقول التي تتوارى خلف القرية. كان في القضية متابعات وسجن ودية، ولكن كل ذلك لم يمحو العداوة، وكانت عائلة بالعلال ولا زالت فيما يبدو تحرض على مقاطعة عائلة زبيدة. بعد العشاء من بعيد تناهى إلى سمعها وقع خطى وكلام وقهقهات، تعلم أنهم إلى عرس عبد الحليم ذاهبون. لم يظهر أثر لبوغالب، تأخره يقطع عليها كل متعة في الإصغاء لأصداء الكمانجة والأهازيج التي تأتي من دار العرس. في ساعة ظنتها تقترب من منتصف الليل وكانت قد أغفت قليلا أيقظها طرق بالباب. لحظتها فقط تذكرت أنها أوصدتها بالعارضة الخشبية، ليست بحاجة إلى الفانوس، تستطيع الذهاب إلى الباب. وقفت خلفها وقالت: من؟ أنا بوغالب، افتحي. ضغطت قليلا على الدفة كما فعلت على مدى السنين الطويلة التي مضت، فسهل عليها نزع العارضة. أين كنت؟ لم تأخرت؟ تسلسلت أسئلتها دون أن تدع له متنفسا للإجابة. يدرك الرجل أنها ما تفعل إلا لشدة قلقها عليه. وضع كفه على كتفها: لا تقلقي. لم يضف كلاما آخر. عادت تسأله: أين كنت؟ أتابع من بعيد العرس. وما شأنك به؟ أعجبتني الموسيقى وجلست هناك في أسفل التلة أستمع. انتظرت أن يمضي أبعد مما قال، ولكنه لم يفعل. سمعته يوقد الفانوس، قال إنه جائع. أنا أيضا لم آكل شيئا منذ الصباح. لم يعقب، ما قالت أكبر من كل تعقيب. في كل مرة يدرك عظم أثر غيابه على حياة زبيدة. عمد إلى بضع بيضات يسلقها في آنية وضع شيئا من الزبدة، ومن قفة معلقة إلى السقف أخرج بقية من خبز.
وأعد براد الشاي الذي لا غنى له عنه. لم يفكر بوغالب في الزواج كما فكر فيه تلك الليلة. قال لنفسه إن وجود زوجة له في البيت سيكفيه عبء الاعتناء بشقيقته، لن يزوجه أحد من أهل القرية، ولن يبحث هو عن زوجة من هناك، سيأتي بها من أرض بعيدة. مرت عدة أشهر لما قال لهم سائق التاكسي بوغالب إنه رأى الزاز في طنجة. كان فيما قاله ما يستفز الفضول، ولكنه حين سألوه عما يفعله هناك لم يجب، وقال إنه لم يكلمه، رآه من بعيد. وكذلك عاد محسن إلى طي النسيان. لعل الذين كانوا يأتون كل مساء إلى منزل أم فاطمة لم ينتبهوا مع مرور السنوات إلى أن العمر يمضي ويتقدم بهم. هم الآن أغلبهم في بداية العقد الرابع أو هم قريبون منها. ولعل إدمانهم على الكيف أفقدهم ذاك الإحساس الطبيعي بمرور الوقت. عشاء في مرسى العرائش على بعد زنقات من مسجد دار الدخان في القصر الكبير. دأب بضعة شبان من الحي على اللقاء كل مساء في منزل لم يبن منه سوى الطابق الأرضي. ما كان يميزه عن المنازل المجاورة أن واجهته لم تصبغ وظلت بلون الآجور الأحمر الذي بنيت به. في الداخل غرفتان صغيرتان بينهما ما يعد صحنا. يعود المنزل إلى خليل بن مرزوق، وكان معروفا أكثر في الحي باسم مرزوق، وقد آل إليه بعد وفاة جدته قبل 7 سنوات في العام 98 900 وألف. كان وريثها الوحيد فيما يبدو. في كل الأحوال لم يعلم لها قريب، وكانت تقول إن خليل ابن ابنتها التي كانت تسكن في مكناس وتوفيت لما كان هو في 3 من العمر. كان يناديها أمي ولم تعترض يوما على ذلك إلى أن وافاها الأجل المحتوم. يعمل خليل بن مرزوق أو مرزوق موسميا في الصباغة، وكان عمله ذاك هو ما يبرر وجود 4 أو 5 سلالم خشبية بأطوال مختلفة في مدخل البيت، وقد حرص على ركنها خلف الباب مباشرة حتى لا تكون عائقا. من عمله الموسمي ذاك كان الشاب يوفر ما ينفقه في الفترات التي لا يشتغل فيها، وخاصة خلال فصل الشتاء. الذين يأتون عنده كل مساء كانوا 5 أو 6، منهم العاطلون ومنهم من لا يعمل إلا موسميا كحاله هو. تمضي تلك المجموعة مجتمعة ساعات طوال تمتد حتى مطلع الفجر. تتشابه الأحاديث والمواضيع في كل ليلة. يتحدثون عن كرة القدم، عن بطولة المغرب، وعن الليغا، وعن الفرق واللاعبين، ويتنافس بعضهم في إبداء المعرفة والإحاطة بحياة هذا اللاعب أو ذاك، وتتوالى التعاليق، ويحتد النقاش أحيانا، ويحدث أن ينسحب أحدهم لما يتصدى له أكثر من واحد. يسمعون صوت الباب يغلق لما يمضي، لا يتبعه أحد لأن الجميع يعلمون أنه سيعود غدا وكأن شيئا لم يقع. أثناء تلك المناقشات التي لم تفض يوما إلى خلاصات تذكر، كان المتسامرون يستهلكون الكثير من السجائر والكثير من الكيف، وأمام كل واحد منهم كأس به شاي بارد. ينتهي السمر نهايات تتشابه وتتفرق المجموعة. أحيانا يمكث مع مرزوق 1 أو 2. لم يكن حال ذلك المنزل كما هو الآن لما كانت الجدة التي كانوا ينادونها أم فاطمة على قيد الحياة. ومع أن مرزوق كان يحرص على أن لا تكون تلك اللقاءات مصدر إزعاج للجيران، فإن الأمر يخرج عن سيطرته حين يحتد النقاش حول هذا الموضوع أو ذاك. كان الأكثر إزعاجا الصوت الجهوري لعبد القادر بودرة العاطل أبدا، والذي يعيش على ما تجود به عليه أمه من حين إلى آخر لما تحصل على أجرة كراء منزل ورثته عن والدها. من بين المجموعة التي يستضيفها مرزوق كل مساء كان محسن المعروف بالزاز، لحرصه على حد أدنى من أناقة يزعمها في الملبس وتسريحة شعره الذي تركه ينسدل على قفاه الأقل انخراطا في اللجاج، ولعله بذلك يحاول أن يحتفظ لنفسه بما يظنه اختلافا محمودا عن الباقين.
صمته ذاك وإغراقه في التفكير بين كل جرعة من جرعات الكيف كان يجعله في نظر عدد من أفراد المجموعة شخصا غامضا، ولذلك حين انقطع عنهم دون تقديم ولا تمهيد لم يسعى أحد إلى السؤال عنه، وقيل همسا إن حضوره بينهم كغيابه، وزاد بعضهم بل الأفضل ألا يعود. مرت عدة أشهر لما قال لهم سائق التاكسي بوغالب إنه رأى الزاز في طنجة. كان فيما قاله ما يستفز الفضول، ولكنه حين سألوه عما يفعله هناك لم يجب، وقال إنه لم يكلمه، رآه من بعيد. وكذلك عاد محسن إلى طي النسيان. لعل الذين كانوا يأتون كل مساء إلى منزل أمي فاطمة لم ينتبهوا مع مرور السنوات أن العمر يمضي ويتقدم بهم، هم الآن أغلبهم في بداية العقد الرابع أو هم قريبون منه. ولعل إدمانهم على الكيف أفقدهم ذاك الإحساس الطبيعي بمرور الوقت. لا يختلف الإيقاع إلا في الأيام التي يشتغل فيها من يجد منهم شغلا موسميا، وأولئك كانوا يغيبون، بل إن مرزوق سلم أحدهم نسخة من مفاتيح البيت لما اتفق مع صاحب منزل قرب المحطة الطرقية على إعادة صباغة المنزل ذي الطوابق الثلاث. كان يحتاج إلى مساعد، ولكنه آثر ألا يكون من تلك المجموعة. مغرب ذات يوم صيفي طرق الباب، نهض عبد القادر بدرة وفي يده كأس به بقية من شاي. دون أن ينطق بكلمة فتح الباب، فوقع نظره على شاب كل لباسه أسود ويعتمر قبعة تشبه تلك التي يعتمرها رعاة البقر الأمريكيون، كانت هي الأخرى سوداء وكانت تغطي عينيه. مرت ثوان طويلة والواقف بالباب ينظر إليه، كان يبتسم ثم تكلم: افسح الطريق يا بودرة. دون أن يعلم سببا ودون أن يسأل تنحى جانبا. دخل ذو القبعة السوداء وتقدم نحو الغرفة التي اعتادت المجموعة أن تجلس فيها، وما أن وقف ببابها حتى نهض إليه مرزوق وهو يصيح: الزاز الزاز، ثم عانقه بينما كان الحاضرون يتابعون في ذهول لا يخفى. لما أرسله مضى يعانق كل واحد منهم. كانت تسمع جليا الأصوات التي تحدثها أكفهم وهي تربت على ظهره. ثم جلس محسن الزاز، وجاءه عبد القادر بكأس شاي لم يكلف نفسه عناء تسخينه. وهم يتجاذبون أطراف الحديث علموا أن الزاز انقطع عنهم منذ 5 أعوام. قال لهم إنه منذ ذلك الحين لم يأتي إلى القصر الكبير. وضع قبعة راعي البقر التي كان يعتمرها على ركبتيه، واكتشف الحاضرون أنه لم يغير تسريحة شعره الذي ما زال يتدلى على كتفيه. مع ذلك فإن الملابس التي كان يرتدي تشي بأن الرجل ما زال يحرص على الأناقة، كانت ملابس رفيعة. لم يسأله أحد بعد عما كان يفعله في طنجة. جميعهم يتذكرون ما قاله سائق التاكسي بوغالب من أنه رآه هناك. لم تكن المجموعة تعلم أن تلك الليلة ستكتسب إيقاعا مختلفا بل غير مسبوق حين دعاهم الزاز وقد صاروا يتحاشون قولها في حضوره إلى القيام بجولة في القصر الكبير على متن سيارته. عض عبد القادر على شفته السفلى وحرك رأسه عجبا وكاد يقول بصوته الخشن وقد صارت له سيارة أيضا. نهضوا جميعهم، منهم من أسرع برشف القطرات الأخيرة من كأس الشاي البارد، وحدث ما يشبه الزحام عند الباب، ثم خرجوا بعد أن تركوا الزاز يخرج أولا. كانت السيارة مستوقفة عند باب الملعب الكبير، عليهم أن يسلكوا عدة أزقة قبل الوصول إليها، ثم اكتشفوا سيارة فارهة تبدو فخمة وجديدة. فتح الزاز الأبواب وجلس خلف المقود. كانوا 6، جلس 4 في المقعد الخلفي، وجاء مرزوق وجلس بجوار السائق. أدار محسن الزاز المحرك، يكاد لا يسمع له صوت. تحركت السيارة ولزم الركاب صمتا لم يكن من طباعهم. أخذ محسن وجهة محطة القطار. سمع أحد الأربعة في المقاعد الخلفية يسأل عما إذا كانت سيارة أمريكية. ضحك الزاز وضحك آخرون
ولو أنهم لم يعلموا لما ضحك. لا، إنها ليست أمريكية، إنها ألمانية، قال هزاز وهو يعالج منعطفا. من جهاز الراديو تأتي موسيقى لم يكترث لها أي منهم، كانوا ينظرون إلى الخارج. بدا محسن وكأنه لم يغير كثيرا من عادة الصمت التي كان معروفا بها، ثم قال لهم إنه سيمضي بهم إلى العرائش. ابتهجوا، وجاء من الكرسي الخلفي صوت عبد القادر يقول إن الذهاب إلى العرائش ينبغي أن يعني وجبة سمك في المرسى. أيده من كان بجانبه، وبنبرة لا تخلو من سخرية عاد صوت عبد القادر يقول إنه سيتبرع عليهم بثمن الخبز. عم المقصورة ضحك صاخب، قال الزاز لا عليكم، سأجعلكم تتناولون أفضل عشاء في حياتكم. بدا الرجل وكأنه يريد أن يوحي إليهم بأنه صار من الأغنياء، وأن زمن الفاقة الذي كان يعيش فيه مثلهم قد ولى. عاد الصمت ليعم المقصورة، بينما السيارة الفارهة تلتهم كيلومترات الإسفلت. في مرسى العرائش مطاعم تقدم وجبات السمك، قال لهم محسن إنه سيدعوهم إلى أفضلها. دخلوا باب مطعم يبدو الأفضل، جاء النادل يستقبلهم، ثم أعد لهم طاولة في الشرفة. حول الطاولات المجاورة جلس أزواج وعائلات، ومن عمق المحل يرى الطهات وهم يسابقون الزمن لتحضير ما يطلبه الزبائن. ثم جاءت اللحظة التي كان يتوقعها محسن. كان خليل بن مرزوق يجلس إلى جانبه، مال عليه وسأله بصوت خفيض، قل لي يا محسن، كيف حصلت على كل هذا؟ ضحك الزاز وعدل من وضعية قبعته السوداء، ذاك سر لن أبوح به، قالها ثم واصل ضحكته. مرت عدة دقائق، وبينما كان النادل يضع أطباق السمك المتنوعة على المائدة، مال الزاز على مرزوق وقال له هي تجارة انخرطت فيها منذ أن غادرت القصر الكبير، وقد نجحت فيها كما ترى. كان الآخرون يلتهمون ما في الأطباق التي انتشرت على المائدة، وفضل مرزوقا لا يمضي إلى أبعد، وقد خامره شك في صدق ما قاله صاحبه، ولعله رجح أن يكون الزاز انساق وراء تجارة ممنوعة. كان العشاء لذيذا. في حدود الثانية صبحا غادرت المجموعة مرسى العرائش في طريق العودة إلى القصر الكبير. داخل المقصورة أصوات تتداخل ويتخللها ضحك أسوأه ضحك عبد القادر. قطعت السيارة 10 كيلومترات مبتعدة عن العرائش، كانت تبدو سابحة في ظلمة الطريق. ثم لمح مرزوق ومضى ضوء على بعد أقل من 100 متر، وما لبث أن اتضح أنه حاجز أقامه رجال الدرك. توقفت السيارة وأشار الدركي إلى الزاز أن يتوقف عند أقصى اليمين. كان في يده مصباح يدوي، مرر ضوءه على الوجوه التي اصطفت على المقعد الخلفي، ثم على وجه مرزوق، وطلب من محسن الزاز أوراق السيارة، سلمه إياها، ثم سمع الدركي يطلب منه رخصة السياقة. بدا مترددا، ثم أخرجها من جيبه وسلمه إياها. افتح صندوق الأمتعة. نزل ومضى ليفتحه، كان به صندوقان من ورق مقوى يعودان لمركة من زيت المائدة. سلط الدركي عليهما ضوء مصباحه اليدوي. ماذا في الصندوقين؟ لا شيء. لا شيء؟ نعم. وجه الدركي مصباحه إلى أوراق السيارة ثم سأله هذه السيارة ليست لك. بل هي لي، ولكن أوراقها لا تحمل اسمك. لم أغيرها بعد. وهل لديك وثيقة البيع؟ صمت الزاز، كان صمتا يدعو إلى الشك. عاد الدركي إلى صندوق الأمتعة الذي لا زال مفتوحا، ثم قرب إليه أحد الصندوقين، في داخله شيء ما لف بالبلاستيك. في تلك الأثناء حاول الزاز الفرار، ولأن حذاءه ذا الكعب العالي لم يكن يساعده فقد أمسك به، ولما يبتعد 10 أمتار. داخل السيارة كان الراكبون 5 يحبسون أنفاسهم، وما لبثوا حين نقل الجميع إلى مركز الدرك أن علموا أن الزاز كان يحمل في صندوق الأمتعة 20 كيلوغراما من الحشيش. علموا وهم قيد التحقيق
أن تلك السيارة الفارهة كانت مسروقة، وأنه دأب على استعمال السيارات المسروقة في تهريب المخدرات. لم يعلم فيصل أن تلك التي تزورهم كل صيف إنما هي أمه إلا لما بلغ 16. تلك حقيقة باحت بها الجدة حليمة في لحظة اعتقدتها الأنسب لإراحة ضميرها من عبء حملته سنين بعدد سن عمره. في الحي ينادونه ولد حليمة، وقليلا ما نودي عليه باسم فيصل. فتح عينيه في منزل من مجموعة دور تخترقها زنقة عبد الخالق التريس في مدينة خريبكا. هناك خطى خطواته الأولى، هناك ترعرع في بيت غاب عنه ظل الأب. كان يعيش وحيدا مع جدته. لما صار يلتقي الأطفال من أبناء الجيران لفت حديثهم عن آبائهم انتباهه إلى أنه بلا أب. وكذلك سأل ذات مرة الجدة حليمة تلك التي كان يناديها أمي، لعل المرأة التي كانت في ستينات عمرها لم تجد نفسها في موقف أكثر حرجا من ذاك الذي وضعها فيه سؤال حفيدها الذي يناديها أمي. كانت منخرطة بالكامل في اللعبة وما عليها إلا أن تواصل. أخبرته بأن والده يعمل في بلاد بعيدة وأنه سيأتي ذات يوم وسيحمل إليه من اللعب أجملها وكثيرا من الحلويات والملابس الفاخرة. اطمأن الطفل إلى ما قالته من كلام جميل، وانصرمت أيام عديدة دون أن يسألها عن أبيه. يحتفظ فيصل في ذاكرته بأن الحلويات اللذيذة واللعب والملابس كانت تظهر في منزله خلال فصل الصيف حين تأتي لزيارتهما امرأة شابة اسمها ثريا، كان يناديها خالة ثريا. تمضي معهما المرأة التي تحرص على أن تبدو أنيقة داخل البيت وخارجه أياما لا تتعدى أسابيع 3. تحرص على أن يصحبها حيث مضت، وكانت تأخذه إلى المسبح. في ذاكرته تلك كانت أحلى أيام السنة. بدأ العمر يتقدم بحليمة. كان الفتى في مستهل فترة المراهقة، وصار يلمس تباينا بين أفكار تلك التي يناديها أمي وما يرغب فيه هو. تريد أن يكون كل اهتمامه للدراسة، ويريد هو أن توفر له كل وسائل الترفيه المتاحة. أحيانا يسم علاقته بها توتر يدوم عدة أيام. صدرها الرحب كان يتسع لغضباته تلك. وذات صباح لم تستيقظ حليمة، وقد اعتاد الفتى على استيقاظها باكرا. تريث قليلا، كان اليوم يوم عطلة. ثم لما لاحظ أنها لم تقم بإعداد وجبة الفطور طرق باب غرفتها. انتظر قليلا ثم سمع ردا يشبه الأنين، لم يفهم كلماتها. بلا تردد فتح الباب ودخل. هي في سريرها. اقترب منها، رفعت بصرها إليه. سألها: ما بك أمي؟ ابتلعت ريقها بصعوبة وهي تهم بالرد. بدا له أنها لم تستطع، فعاد يسألها: هل أنت مريضة؟ وكأنه فطن إلى حالة الضعف التي هي عليها، مضى إلى المطبخ وجاءها بكوب ماء، ساعدها على الجلوس، شربت، ثم عادت برأسها إلى الوسادة. عاد يسألها: هل تريدين دواء؟ لا، قالت بصوت خافت، سأكون أحسن حالا. يومها تولى هو إعداد وجبة الفطور. يعترف وهو يتذكر أنها لم تكن بجودة وجبات الفطور التي كانت تعدها جدته تلك التي يناديها أمه. الصيف يقترب. يعلم أن الخالة ثريا ستأتي إلى زيارتهما بعد أقل من 2. كل ما يأمله أن تكون أمه في أحسن حال، وقد بدا له أنها تتحسن يوما بعد يوم، كذلك بدا له. مرت عدة أيام على تلك الوعكة التي فسرتها حليمة بأنها كانت نتيجة الجهد الذي كانت قد بذلته في تنظيف البيت بضعة أيام من قبل. من قبل كانت تقوم بمثل تلك الأشغال دون أن تحس بمثل ما أحست به. هو ثقل سن العمر. قد يكون خطر ببالها أن وعكتها تلك تنبيه إلى أن النهاية تقترب.
وقد يكون ذاك ما دفعها عصر ذات يوم ربيعي إلى الإفضاء له بالسر الذي ظلت تحتفظ به منذ سنوات. كان في 16، ظنت أن الوقت مناسب لإبلاغه الحقيقة. يذكر فيصل أنها أعدت يومها وجبة غذاء لم تكن تعد مثلها إلا لمناسبات معينة. اختتمت الوجبة ببراد شاي بالنعناع ذاعت رائحته في أرجاء المنزل. قالت حليمة تلك التي يناديها أمي: اسمع جيدا يا ولدي، ما سأقوله لك اليوم سر احتفظت به منذ أن كنت رضيعا لا يتجاوز عمرك شهرين. في كلام المرأة ما استنفر كل اهتمام فيصل، وعلى غير عادته لم يقاطعها. واصلت: لا ينبغي أن تفهم ما سأقوله لك فهما خاطئا. صمتت مطولا، وخالها لن تقول شيئا، ولما رفع بصره إلى وجهها لاحظ أن عينيها تدمعان، أدرك أن ما ستقوله أمر ذو أهمية، ثم استأنفت: أنا لست أمك. كلمات ثلاث كان لها وقع الصاعقة عليه، أحس بدوار وبدقات قلبه تتسارع. لا تقلق، استدركت حليمة، فأنت لست لقيطا ولا طفلا تبنيته، أنا جدتك. لم يعقب، ظل ينظر إليها وقد تملكته دهشة لم يعرف مثلها من قبل. بدت وكأنها تتحاشى النظر إليها. استأنفت كلامها: نعم أنا جدتك، وتلك التي تناديها خالة ريا هي أمك. نعم هي أمك التي ولدتك. يظن فيصل، وقد مرت الآن سنوات على تلك اللحظات التي غيرت حياته، أنه لم يكن مستعدا تمام الاستعداد لتلك الحقيقتين اللتين أفضت بهما الجدة حليمة. يومها علم منها أنه ولد في مدينة تورينو في إيطاليا، وأن والده لأسباب لم يعرف تفاصيلها عاد به ووالدته إلى خريبكا، وجرد والدته من جواز سفرها ثم عاد إلى إيطاليا. كل ما يعرفه عنه أن اسمه عبد الحفيظ بوعمامة. بعد أن أفضت الجدة بالسر الذي ظلت تحمله على مدى 16 سنة، أحس فيصل بضيق في التنفس. لم يقل شيئا وخرج. خشيت الجدة ألا يعود، تعلم أن ما قالته لم يكن أمرا هينا. يذكر فيصل أنه مضى إلى وسط المدينة، وأنه توقف مطولا أمام ملعب الفوسفات، ثم مضى في جولة عبر المدينة لم يضع لها هدفا ولا رسم لها غاية. حين عاد إلى البيت كان الوقت عشاء. توفيت الجدة حليمة بضعة أشهر فقط بعد أن باحت بالسر. كانت ثريا أمه التي ولدته حاضرة. قالت له إنها ستحاول أن تعمل على إلحاقه بها في إيطاليا. لم يعقد أملا كبيرا على كلامها، فقد علم منها أنها تزوجت منذ 10 سنين من مواطن تونسي وأنجبت منه ولدين. كانت المرة الأولى التي علم فيها بوجود أخوين له من أمه. تم دفن الجدة، ثم بعد أيام عادت أمه إلى إيطاليا. صار وحيدا في ذاك البيت الذي تقاسمه مع الجدة مذ كان رضيعا. ذات مرة وهو يبحث في أوراق أودعتها جدته صندوقا خشبيا على غطائه زخارف بألوان زرقاء وحمراء، وقع على وثيقة كتبت بالإيطالية. ما تمكن من استنباطه أنها وثيقة ميلاده، ذاك ما ظنه. يعلم أن شقيقا لأحد أصدقائه أمضى 4 سنين في إيطاليا وعاد ليستقر في المغرب. طلب من صديقه ذاك أن يتوسط له لدى شقيقه ليقرأ الوثيقة ويطلعه على مضمونها. أكد الرجل أنها وثيقة ولادته، ثم تشعب الحديث بينهما وأقنعه بأن تلك الوثيقة تخول له الإقامة في إيطاليا بل والحصول على الجنسية الإيطالية. منذ ذلك اليوم لم يعد يفكر سوى في الهجرة إلى إيطاليا. فاتح أمه في الموضوع، فكان جوابها أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها، وأن القيام بالإجراءات يتطلب وقتا طويلا. ظن الفتى أن أمه لا ترغب في أن يلتحق بها، ولما مر 2 عامان على ذلك بدا له يقينا ما كان من باب الظنون والتوهم، وقرر أن يتولى الأمر بنفسه. من المبالغ التي كانت تبعث بها والدته كل شهر حرص على الادخار،
لم يكن مبلغا كبيرا ما ادخره، وقد هم بأن يسلك طريق الهجرة المتسللة، وراح يبحث عن وسطاء للقاء مع شخص سمع أنه يعمل في تهريب البشر. في النهاية تم ذاك اللقاء، وقد حسب أن حلمه تحقق. اشترط الرجل أن يقبض نصف المبلغ المتفق عليه، وقد حدده في 30,000 درهم، على أن يقبض النصف الآخر ما أن تنطلق الرحلة. لم يكن لديه المبلغ. اتصل بوالدته وزعم لها أنه مريض وأنه يحتاج إلى مال ليجري عملية جراحية على الظهر. أوهمها بأنه سقط في الطريق وأن تلك العملية تتطلب 50,000 درهم. تعلم ثريا أن ابنها فيصل الذي نشأ في كنف جدته الراحلة لم يعد يفكر في أي شيء سوى العودة إلى تورينو حيث ولد وحيث تقيم هي. وعدته بأنها ستتولى الأمر وأنها ستوافيه بجواب منها قريبا. بعد أسبوع سمع فيصل طرقا بالباب، قام متثاقلا إذ نام في وقت متأخر من الليل. فاجأه أن وجد أمه بالباب، عانقها كما كان يفعل لما كانت تأتي في العطل الصيفية. ما أن جلست حتى لاحظت أنه لا يشكو ألما، ولعله نسي أن يتظاهر بالمرض. قالت له إنها مرتاحة لأنه لم يعد مريضا. احمر وجهه خجلا، أضافت أنه ما كان عليه أن يكذب. وقد حسب أنها جاءته بالمال، ولكنها بعد أن تناول وجبة الفطور أبلغته بأنها جاءت لتصحبه معها إلى تورينو. ثم أخرجت من حقيبتها اليدوية وثائق تتيح له الإقامة في إيطاليا في انتظار تسوية نهائية لملفه. تم إعداد جواز السفر، وبعد 15 يوما كان في تورينو، المدينة التي شهدت ولادته. عليه أن يتعلم اللغة. سأل أمه عن والده، قالت له أظنه مات منذ زمن بعيد.